جهود كبيرة تقوم بها الدولة وتنفذها وزارة النقل بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ بالأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة نقل متعدد الوسائط وطرق ومحاور عالمية المستوى ووسائل نقل حديثة ومتعددة، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة. كلمة الفريق كامل الوزير، وزير النقل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في ميناء الإسكندرية الكبير، أقدم الموانئ المصرية والذي سيصبح إن شاء الله درة موانئ البحر المتوسط. حضرتك يا فندم شرفتنا في سبتمبر 2021 أثناء وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير وتفقد بعض المشروعات، وكان من أهم هذه المشروعات هي المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر واحد على الأرصفة من 55 ل 62، وهي المحطة اللي سيادتك هتفتتحها النهاردة إن شاء الله وتشرفنا بفتحها في أقل من سنتين. سيادتك يا فندم، أنا فاكر وجهت توجيه هام جدا وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. من هنا بدأت كل الحكومة المصرية وليست وزارة النقل فقط في وضع أسس ومناهج لتنفيذ هذا التوجيه. احنا فن وزارة النقل كجزء من الحكومة المصرية قمنا من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة بتربط بين مناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو تعديني أو خدمي، وبين الموانئ البحرية اللي هنصدر منها أو نستورد منها مستلزمات الإنتاج بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة الإسكندرية اللوجستي، وده فن بيبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، بيربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف من العاشر من رمضان اللي مربوط بهذا المحور بخط سكك حديدية من منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد القاهرة السويس ليصل إلى ميناء السخنة، وخط آخر إلى بلبيس ليصل مع شبكة الجمهورية شبكة سكة حرية عشان يصل إلى ميناء بورسعيد. ميناء السخنة فنم دلوقتي بننفذ فيه 18 كيلو أرصفة، يصبح عندنا 23 كيلو أرصفة، كان كل اللي موجود عندنا قبل كده 5 كيلو أرصفة. عمق الأرصفة 18 متر، ساحات خلقنا ساحات تقريبا للتداول خلف الارصفه اللي كانت موجوده، واللي جديده بقت 8.6 جديده عشان تصل ساحات التداول الى 10.6 كيلومتر مربع. السكك الحديديه كان في خط سكك حديد ديزل، دلوقتي بندخل 17 كيلو سكك حديد كهرباء عشان يبقى فيه ديزل والكهرباء داخلين ميناء السخنه، ده لشغله وده شغله، وده له الشبكه بتاعته وده الشبكه بتاعته عشان يبقى عندنا 22 كيلو من السكك الحديديه داخل الميناء. الطرق بنعمل طرق خرسانيه عشان تتحمل الحمولات الثقيله وطرق من الانترلوك والاسفلت 17 كيلو. المساحه بتاعت الميناء فنم زادت تقريبا 4 مليون متر مربع زياده على مساحه الميناء الحاليه عشان يصل اجمالي مساحه الميناء الى 25 كيلو متر مربع. ده شكل الارصفه فنم اللي بتنفذ دلوقتي، واللي تقريبا ال 18 كيلو بتنفذهم 13 شركه مصريه وطنيه
باستشاري مصري وطني. وصلت نسبة تنفيذ الأرصفة دلوقتي يا فندم حاليا إلى 80%. ده أعمال التكريك 70 مليون متر مكعب يا فندم من الرمال بتكركها ثلاث شركات، منها شركة أجنبية واثنين شركة مصرية وطنية لأول مرة تشتغل في موضوع التكريك وتجيب كركات وتشتغل مع جنبا إلى جنب مع الشركات الأجنبية. وصلت نسبة تنفيذها النهاردة إلى 27%. حواجز الأمواج كان لازم يا فندم عشان نأمن المجرى الملاحي ومدخل الميناء ونعمل أراضي مكتسبة في مدخل الميناء لأن محتاجينها بشدة، عملنا حواجز أمواج نفذتها شركة النيل العامة للطرق والكباري اللي تابعة لوزارة النقل بطول 3270 متر، وصلت نسبة تنفيذها النهاردة إلى 94%. أعمال الطرق يا فندم زي ما قلت لحضرتك طرق خرسانية بأحدث معدات فرش الخرسانة في العالم موجودة عندنا، تقريبا 17 كيلو من الطرق الخرسانية والأسفلتية والإنترلوك، وصلت نسبة تنفيذها النهاردة ل 55%. أعمال السكك الحديدية كان موجود يا فندم قبل كده سكك حديد ديزل زي ما قلت لحضرتك، ثم بنزود 17 كيلو علشان نصل إلى 22 كيلو، وأيضا بتنفذها شركات مصرية وطنية بالمعاونة مع هيئة سكك حديد مصر، وصلت نسبة تنفيذها ل 70%. ده شايف من شكل الموقف الحالي النهارده. ده يا فندم الرصيف او ده الحوض الثاني والرابع اللي احنا متعاقدين معاهم مع المشغل العالمي الاول في العالم هاتشسون مع ام اس سي مع سي ام اي اللي موجود عندنا النهارده في اسكندريه، واللي ان شاء الله باذن الله هنسلمهم الارض هنا يا فندم جاهزه في شهر يوليو القادم علشان يبداوا البنيه الفوقيه بتاعتهم، ودي تبقى اول محطه بعد سي ام اي بتتسلم الى مشغل عالمي علشان يبدا ان شاء الله باذن الله بالتوازي يخلص معانا. وصلت نسبه تنفيذ يا فندم النهارده ل 81%. الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع اللي بيربط من السخنه، هل يا كامل لو اتدخلت تزعل؟ تحت امرك حتى. لو اتدخلت تزعل يا فندم تحت امرك. ارجع تاني، ارجع تاني. انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه هنا جدا. الفريق كامل بيحكي الموضوع، ف مش هو دي اللي احنا ممكن نوصل بيها للناس احنا عملنا ايه، ومش الهدف ان احنا نوريهم احنا بنعمل ايه، لكن نوريهم ان الرؤيه عشان تتحقق ورا منها مش بس افكار ولا جهد، لا ده حاجه كتير على بعضها. ونرجع التاريخ نقول ايه، احنا الجزء الاولاني من المينا اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنه بالظبط يا فندم. طيب انا بس بقول كده ليه، لان انتم مهم قوي تبقوا عارفين ان تحويل الدوله من حاله لحاله تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، مش جهد تخطيط، لا تنفيذ، وارقام كبيره جدا من الاموال تضخ هنا. بدليل ايه؟ ان المسار اللي كان موجود قبل كده احنا طرحنا مينا السخنة قبل كده الجزء اللي هو الاولاني ده لمستثمر يعمله، صح كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي واتعمل والحقيقة ده تنفذ، لكن تطوير المينا عشان اللي احنا نعمله كدولة ونحققه ده كدولة كان لابد ان الحكومة تخش تبتدي تعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات حقيقية لاستفادة من موقعنا اللي احنا بنتكلم عليه. المينا اللي بيتكلم عليه كامل اللي بتحول من عشان نضيف له 10 12 كيلو أرصفة 18 كيلو أرصفة تاني، ده في كام سنة؟ في كام سنة ستك؟ في أقل من سنتين. خلوا بالكم، فأنت بتضغط على نفسك وبتضغط على مواردك عشان تعمل كده، بس انت مضطر تعمل ده عشان تحط نفسك على خريطة بتقول فيها ان الدنيا بتتغير، وبتقول فيها ان في محاور بتخلق اخرى، ومن حق الناس كلها انها تطور وتستفيد من موقعها، ومش بس من موقعها ومن قدراتها. انا عندي قدرات مالية وعندي فوائد، من حق ان انا، مش انا مصر استخدم، انا اي انسان، انا اي دولة. طب احنا هنقعد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا ونسيب يا كامل بلدنا
بلدنا. انا كان ممكن هو كامل بيقول كده ما هو ده الفكره وخلاص كفايه، لكن احنا لازم نقول ليه ونشير ان 25 سنه ما زودناش. طب هي في عمر الدول حجم التطور يقعد بال 25 سنه؟ لا طبعا. طيب وكامل قال ايه؟ احنا زودنا 4 مليون متر مش كده؟ تمام يا فندم. كم منهم على البحر؟ كلهم على البحر. انا بقول كده عشان بس افكر، مش افكر كامل، ان الحته دي والحته دي ما كانتش موجوده قبل كده خالص مش كده؟ تمام يا فندم. طب بكام المتر كأرض؟ اه لا يقل، لا يقل عن 3000 ل 4000 دولار. طيب في كام متر؟ 4 مليون متر. في 3000 بكام؟ يبقى ساتك تقريبا 12 مليار. والمناسبة ده اللي الكركات والعربيات أيوة اللي شالته من هنا وجابته هنا بالظبط كده، بدل ما نرميه بره او نرميه انا اسف في عمق البحر الاحمر، صح كده؟ ايوه فندم. لما اتطرح الموضوع عليا قلت له اكمل ما تعملوا ارض، انا قلت صح يا فندم مش قلت كده؟ تمام يا فندم. طيب يعني بتقول انك تضيف 5 6 مليار دولار مش 12 بقى، نص الرقم. طب انا عملت ده كله بكام؟ كل ده فندم ب 60 مليار جنيه مصريين. ماشي، يعني ال 5 مليار مش ال 12 انا جبتهم؟ ايوه فندم انا جبتهم بالطريقه ديت. ده انا جبتهم بطرق اخرى كمان. واحد، المسار اللي احنا مشينا بيه 25 سنه كان مسار جيد، لكن في كمان حاجات ممكن تبقى اكتر من كده. اتنين، اذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجاره العالميه، بيشيل 12 13% من التجاره بتعدي من قدام مننا، طب انا بعمل ايه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير اتفرج على ده وساكت. وانا ما اقصدش باللي انا بقوله ده ان انا يعني اتهم اي حد، لا 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 والله، لكن لما جت الفرصه بن ايه نعملها، بنعملها. الكلام ده اتعمل هنا، ونروح على البحر المتوسط تلاقوا جرجوب زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا اسكندريه اللي احنا بنتكلم فيه زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا ابو قير اكتر منه، صح كده؟ سيادتك جاي كله، ما انا عارف. انا بقول عشان بس الصوره تبقى واصله للمهتم وللناس اللي في مصر تعرف ان المهم، المهم ده، ده المستقبل. كان في شاب في البحيره امبارح بيقول لي انا عايز اطمن على بكره بتاعي، قلت له صحيح، كل اللي بنعمله مش عشان احنا لبكره، مش عشان احنا الشباب وبكره، عشان ولاد مصر واحفادهم ان شاء الله. ف احنا كان نفسي ان احنا نقول خلاص ال 80% دول، ولا خلاص احنا بنفتتح ونشوف المينا زي مينا السخنه، يعني اللي هو بقى مينا عالمي. سيادتك بعد سنه من النهارده وانا بقى حياتك قدام كتير، كل بعد سنه سيادتك هتلاقي المحطه هناك شغاله زي اللي سيادتك هتشوف سي ام اي النهارده كتير. اللي هو ما هو سيادتك اللي انا خلصت، ولكن هاتشسون عايزه سنه عشان تعمل البنيه الفوقيه اللي انا طيب عملتها في 6 شهور هنا. طيب ولكن هم ده الناس لهم طبعا نظامهم. طبعا طبعا انا بقول على كل حاجه. ادي اول نقطه كان مهم ان انا وكامل بيتكلم ان انا يعني ادردش معاك فيها. نقطه ثانيه مهمه تعرفها، احنا قبل كده كنا بنعمل نقول للمستثمر خش اعمل الحاجه ونديله صرف مش ايه؟ اي فندم. فلما صرف بياخد حق انتفاع، حق انتفاع. احنا ما عملناش كده في لا طبعا. النموذج ده، النموذج ده احنا قلنا لكل الناس احنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، صح كده؟ تمام يا فندم. وندي الفرصه للجميع. ليه؟ لما انا كنت بطلب من مستثمر واحد او مستثمر اقنعه ان هو يجي ويشتغل ويعمل الحاجه شيء، وان انا اقول للناس انا عندي مكان جاهز للشغل حاجه تانية، صح كده؟ تمام يا فندم. فاحنا اللي احنا عملنا لا، مشينا بنموذج تاني. اه مكلف علينا، مكلف شويه، مكلف علينا شويه، ولكن في النهايه بقيت ادي الفرصه لمشغلين اخرين ان هم لو كانوا مهتمين ان هم يجوا هنا يتفضلوا. وده اللي حصل. الكلام ده هتلاقوه في اسكندريه، وهتلاقوه في ابو قير، وهتلاقوه في العريش،
وهتلاقوه في جرجوب مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وهتلاقوه في السخنه. اتفضل. في سيادتك بقى نموذج اكتر من كده كمان اللي حضرتك وجهتي بيه، احنا فعلا نفذناه، بننفذ البنيه الاساسيه بالكامل بشركات مصريه بفلوس مصريه بدون اي قروض. بنيجي نجيب سيادتك مشغل عالمي وبنطرح زي السخنه وزي كل الموانئ بتاعتنا عدا سي ام ايه اللي انا اتكلم عليها دلوقتي، يجي ياخد حق انتفاع لاداره وتشغيل البنيه الفوقيه، لا يتملك حاجه خالص، البنيه الفوقيه لمده من 15 او 30 سنه، وبيديني سيادتك العائد بتاعي بالدولار عدا سي ام ايه بتاعت النهارده يا فندم. وانا فعلا بحيي وبشكر حضرتك على مجهودك معانا ومستر رجل في السعاده، وهيبقى له كلمه النهارده وهيقولها. ده كان اول نظام نعمله، ويمكن نظام فريد اتعمل في مصر، ما اتعملش في حته تانية خالص. احنا حتى ما عملنا فندم البنيه الاساسيه، الراجل الكريم المحترم ده وافق ان احنا كمان نعمل البنيه الفوقيه، ويدوب يشارك معانا في بحصه 32% من المعدات. البنيه الفوقيه فندم دي عباره عن المباني والمرافق ومحطات المعالجه وكل الكلام ده زائد المعدات. وافق فقط حبا في مصر وتقديرا لحضرتك ومقامك لما جه تشرف بلقاء حضرتك في الاتحاديه في مصر الجديده، وافق يساهم فقط ب 30% من قيمه المعدات، واحنا جبنا المعدات بتاعتنا كمان بالدولار من داخل ميناء اسكندريه اللي احنا فيها النهارده. فده كمان ده نموذج فني اكتر واكتر لصالح مصر، وهم الناس يعني رحبوا ومستفيدين طبعا ان هم يعني شغالين معانا، وهو يعني ان شاء الله باذن الله النهارده هيطلب من حياتك المزيد والمزيد ان شاء الله باذن الله. بعده اللي بيربط يا فندم بقى هنا عشان نخلق ما يسمى بالممر اللوجستي او المحور اللوجستي اللي بتتغنى بيه النهارده وبتعمل افلام عنه النهارده شركه هاتشسون اللي في العالم، وهم سامعين دلوقتي ان هم هيبقى لهم تواجد في محطات في العين السخنه ومحطات في اسكندريه، والقطر السريع اللي هو قناه السويس على قضبان بيربط بينها. احنا فندم الخط ده طوله 675 كيلو في 21 محطه في مركز تحكم وسيطره بيخدم عليها 15 قطر سريع و34 قطر اقليمي و18 جرار نقل بضائع الكهرباء، وده موضوعنا النهارده. النهارده يا فندم احنا وصلنا بالبنيه الاساسيه اللي هي الجسور وطبطينها والسكه اللي عليها بفلنكاتها بقضبانها بمحطاتها الى نسبه 45% بتنفذها 46 شركه مصريه وطنيه دلوقتي واحنا موجودين. فده ان شاء الله باذن الله لما هيكتمل باذن الله فعلا كمل منظومة الممر اللوجستي. زي ما قلت يا فندم ده بيمر بالمينا الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان. المينا الجاف في العاشر من رمضان يا فندم مساحته 250 فدان، تعاقد معانا على تنفيذه شركة ام اس سي العالمية، وده شركة الشحن الأولى عالميا. مستر رجل في السعادة الثالث على العالم، ده الأول على العالم معانا، وبدأنا في تنفيذ المينا الجاف في العاشر من رمضان. دلوقتي يا فندم بننفذ زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي خط سكك حديد يربط ده بسكك حديد القاهره السويس بالطريق الروبيكي مع منطقه الروبيكي، ثم خط اخر يربط ده موازي للطريق الداري الاقليمي والال ار تي، ويصل حتى بالبيس عشان يربط مع شبكه الجمهوريه كلها، يصل يبقى هنا ده مينا جاف محوري بيخدم على مينا السخنه على البحر الاحمر، وبيخدم على مينا بورسعيد شرق وغرب على البحر المتوسط. الخط السكه الحديد يا فندم طوله 61 كيلو، في 16 عمل صناعي ما بين كوبري ونفق، في 6 محطات ركاب وبضائع. هو فندم طبعا بضائع بالدرجه الاولى، ولكن كل العمال والمهندسين اللي بيجوا كل يوم الصبح للعاشر من رمضان من الشرقيه بيجوا بعربيات وبوسائل مواصلات اخرى. ان شاء الله الخط الارضي هيخدم على الركاب والبضائع. مينا اسكندريه يا فندم اللي هو الطرف الاخر من الممر اللوجستي، وده موضوعنا النهارده. مينا اسكندريه احنا بنعمل فيه دلوقتي 15.5 كيلو ارصفه عشان يصل الى 30 كيلو، يعني كل اللي كان عندنا من يوم ما محمد علي عمل مينا اسكندريه 15 كيلو، النهارده بنضيف عليهم 15 كيلو زي ال 15 كيلو في خلال 3 سنوات، يعني من 21 من ساعه ما سيادتك اديتنا التوجيه والامر ان احنا نبدا نطور في مينا اسكندريه، ان شاء الله في نهايه 24 هيكون كل الكلام ده خلصان، وصلنا الى 30 كيلو ارصفه، عمقها 20 متر بدل ما كان عندنا 8 متر و12 متر، ساحات التداول اللي هي سيادتك بقى خلف طبعا ده كل ده اتخلق في البحر، ده اتخلق في البحر، ده اتخلق في البحر، كل ده اتخلق في البحر، فساحات التداول نفسها بتزيد،
زادت معانا الى 7.7 الى 13 كيلومتر مربع. المناطق اللوجستيه ما كانش في حاجه في اسكندريه اسمها مناطق لوجستيه، ولا كان في ظهير حتى ارضي كانت منها اسكندريه فيها مسطح مائي، والارضي شريط قليل جدا. سيادتك ايضا في 21 وجهت ان لازم نعدل المعادله، نخلي بقى نخلي فيه ظهير ارضي في ميناء اسكندريه. بدانا فن كل المناطق دي دلوقتي بتخش الى ميناء اسكندريه، بالاضافه الى منطقه لوجستيه رئيسيه في حوض المتراس دي تقريبا هنشوفها دلوقتي مساحتها فوق ال 700 فدان. اصبح ما كانش فيه اصلا مناطق لوجستيه، بقى عندنا 4 كيلومتر مربع. المساحه الميناء اتضاعفت، بدل ما كانت 15 كيلومتر مربع بقت 30 كيلو متر مربع. كل العناصر اللي شغاله دي يا فندم دلوقتي دي هنتعرض ليها عنصر عنصر عشان يصل ميناء اسكندريه الكبير ان شاء الله، سواء ميناء اسكندريه القديم او ميناء الدخيله اللي بتطور دلوقتي، وزائد ميناء الماكس اللي بينهما الى ميناء اسكندريه الكبير اللي ان شاء الله هيكون فعلا دره موانئ البحر المتوسط. معلش يا كامل هنرجع تاني. تحت امرك. انت اللي ده النهارده بتاعنا مش كده؟ تحت امرك فندم. انا بس عايز اقول لكم حاجه على ميناء اسكندريه. وفكر الناس بان احنا لما كنا بنيجي يعني نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها مثلا ميناء اسكندريه، وممكن اتكلم على ميناء دمياط برضو. احنا ما كناش بنعمل ميناء في ارض فاضيه، احنا كنا بنعمل ميناء اهدرت حدودها وضاعت معالمها. انا بقول كده كلام تمام يا فندم، يعني بالظبط كده. طيب انت شلت هنا خدت كم شقه في بشائر الخير عشان تفضي ايه؟ عشان افضي فن المنطقه اصلا دي ناجي عيسو والالومنيوم دول 900 شقه عشان افضيهم من المكانين دول وانقلهم في بشائر الخير. بكام؟ بمليار جنيه يا فندم. طيب الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس اللي في مصر كلها تعرف احنا بدأنا نعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص. لو قلت الكامل قول لي التاريخ بتاع ميناء مثلا دمياط وحجم قضايا التحكيم اللي احنا دخلنا فيها نتيجة الأحداث بتاعة 2011، أنا بقول كلام معقول؟ تمام يا فندم. طب أنا بقول كده ليه؟ ما هنا في مستثمرين موجودين ما لهمش دعوة بالكلام ده خالص، مش كده يا كامل؟ ده صميم شغلهم يا فندم. يعني بقول لهم اللي احنا بصوا انتوا بتحطوا ايديكم في ايدين دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا. على خريطة ايه؟ الدنيا. واللي بقوله ده اللي قبل كده اللي بيقول كامل من ايام سنين طويلة جدا الناس بنت ودخلت، ده الناس كانت باني عمارة جوه ومدرسة جوه المينا. سيادتك هتشوفها دلوقتي. ما انا عارف. انا بقول للناس الكلام ده بفكر ليه؟ لان كامل هيحاول بس عشان الوقت ما يبقاش كتير ان هو يتكلم على المستحدثات، لكن انا بيهمني اقول التاريخ. طب اقول التاريخ ليه؟ عشان تعرفوا ازاي لما رحت جرجوب انا ما شفتش ده ايه؟ ارض فاضيه. لما رحت برنيس ارض فاضيه، ما تعذبتش ولا صرفت اكتر من ان انا اعمل المنشا نفسه. واصعب حاجه انك انت تخش على مكان حصل فيه يعني تشويه كبير قوي وفي تواجد لناس وانت مضطر انك انت تمشيهم، وعشان تمشيهم ما تظلمهمش تقوم تصرف كمان عشان مين اسكندريه يبقى مينا بالمستوى ده. وكامل يقول يبقى هو درة مصر. احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا انفقت عشان بس ان تسويه الموضوع. هو النهارده المنطقه اللوجستيه اللي كامل بيقول عليها دي منطقه سبخيه. ستك هتشوفها دلوقتي. حاضر. يعني انا مش هممني انتوا، ما هي لازم هتتعمل كده تمام، بس هتتعمل بكام؟ هتتعمل بكام عشان في الاخر وزير النقل يتكلم في محور لوجيستي من السخنه لاسكندريه في تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. يعني كامل ما اتكلمش مثلا على طريق السخنه اللي احنا بنعمله عشان يخدم على المينا، صح كده؟ تمام يا فندم. ده بكام ومساحته قد ايه وكام حاره وقد ايه؟ يا جماعه انا لما بكلمكم كده يا مصريين مش بكلم الناس بتوع النقل، فاهم يا حسن؟ انا بكلم الناس بتوع مصر تعرفوا يعني ايه دوله.
الدولة مش أكل وشرب، الدولة مش أكل وشرب، الدولة دولة حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. وعشان كده باجي ايه اكتر في الكلام. اكتر يا كامل في الكلام. اتفضل. هم سيادتك قايلين نص ساعة، فانا ممكن اتكلم ساعتين ثلاثة بس. بس قايلين نص ساعة. لا بعده كان اول مبنى فنم او اول منشأ يتعمل على طول، عشان كمية السيارات اللي سيادتك اي حد يخش فيه، السيارات المستورده بالمناسبه اللي يخش المينا يلاقي كل الشوارع بتاعتها عباره عن جراج مفتوح. كان لازم نلم الكلام ده كله ونعمل جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق، مساحته 75,000 متر مربع، طاقته للسعابيه 4,000 سياره، ده خلصان 100% وموجود دلوقتي وشغال. الخدمات البحريه، الخدمات البحريه فنم كان دايما احنا ولنا الشرف ان احنا بنعتمد في كل حاجه على الترسانه البحريه للقوات البحريه وشركه المصريه للصناعات البحريه، ولكن كان لازم نعمل حاجة. عندنا ورشة كانت موجودة قديمة قوي، فكان لازم نعمل ورشة ونطورها ونعمل رصيف ما يسمى برصيف الخدمات البحرية عشان يتراكع عليه الأطرات ولانشات الإنقاذ والإرشاد. الرصيف ده طوله 160 متر، وبالمناسبة فن في الظهير بتاعه ده الورشة اللي بقت على أعلى مستوى النهاردة عشان تقدم التأمين الفني الجيد لهيئة ميناء اسكندرية. الرصيف ده طوله 160 متر، 10 متر عمق، 100%، ونفذته شركة أيضا النيل العامة للطرق والكباري. أنا فني معلش أنا بركز بقول النيل العامة للطرق والكباري لأن أنا معايا السادة وزراء النقل السابقين موجودين. هذه الشركة أقدم شركة طرق والكباري في مصر، كانت ماتت وكانت بتخسر بتوجيهات حضرتك ومجهود الناس اللي فيها ومجهود الشركة القابضة بتاعتها. الشركة دي يا فندم دلوقتي الشركة دي كسبانة، الشركة دي بتاخد شغل كبير جدا زي كل شركات القطاع الخاص. المشروع اللي بعد كده فني هو رصيف الاخشاب والغلال 85/3، ده حضرتك ايضا شرف بوضع حجر الاساس ليه في سبتمبر 21. الرصيف ده فني طوله 433 متر، العمق 15.5 متر، ساحه التداول بتاعته 35,000 متر مربع 100%. هنا فني من الرصيف ده المنطقه دي فني كلها كانت قايمه على هنا حاجه صغيره كده اللي هو السير ده عشان يغذي، كانت تيجي المراكب تقف هنا عشان يغذي الصوامع دي. والدكتور علي كان كل يوم انا وهو نتكلم ونشوف نحل المشكله دي ازاي، واصبح عندنا تلال من الـ 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 الاخشاب بتتشون في الشوارع بتاعه المينا، والمراكب اللي بتيجي عايزه تفرغ الغلال بتاعتها مش لاقيه مكان. كان لازم نعمل هنا وفي الميه ايضا نتيجه ان ما كانش في اراضي موجوده، عملنا الرصيف ده فن بالكامل، واصبح دلوقتي بقت مراكب الغلال تنزل باكتر من طريقه، يا اما عن طريق السير ده يا اما عن طريق البرجات اللي بتطلع في النقل النهري زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، عشان يبقى عندنا نقل متعدد الوسائط بري نهري سكك حديديه بتخلي من كل موانئ مصر دلوقتي يا فندم ان شاء الله. هنا عندنا فندم كباري الهويس. كباري الهويس يا فندم ده كان الكوبري ده كان طبعا كوبري قديم ومتهالك وكان منخفض شويه، كان يجي البرج ده يعدي او الصال ده يعدي من تحتيه كان يبقى شايل راسه واحده. فده علشان المستثمرين، وانا بدعوهم كلهم، عشان المستثمرين اللي كانوا بيقولوا ان احنا عندنا مشكله في النقل النهري وعايزين يعني نعظم النقل النهري عشان ده نقل رخيص ولا يلوث البيئه و احنا كان لازم نفنم ده نرفع. عملنا كوبرين جداد، كان كوبري سطحي عادي ديك بريدج، ثم جينا علناه 2 كوبري فنم للسيارات، وبينهما طبعا اعلى من يعني الكرير هايت بتاع المياه هنا فنم ده يسمح بعبور الصال اللي هو الاثنين اللي شايل 2 رصه فوق بعض، عباره عن 2 كوبري زي الكوبري السكه الحديد. كوبري السكه الحديد ده عشان وسيادتك هتشوف دلوقتي في الافتتاح عشان البرج يقدر يعدي، وده موجود مش هينفع، فكان لازم ده يتفتح ثم بعد كده يعدي البرج وبعد كده يتقفل والسكه الحديد تعدي. منظومه بتدار بشكل دقيق جدا يوميا، بيعدي لا يقل عن 30-40 برج من ده، وبيعدي تقريبا ما بين 5-6 قطارات لشحن الغلال فقط للدكتور عالم صلحي وزاره التموين الى صوامع امبابه، وده الصوامع الرئيسيه عندنا اللي بنخلي ليها القمح. ده نسبه تنفيذ يا فندم 100% وشغال، وسيادتك هتشرفه بتاع ده يا فندم. العماره اللي سيادتك كنت بتسيادتك بتقصرها، العماره يا فندم دي اتبنت في غفله من الزمن على اراضي وزاره النقل، على اراضي مينا اسكندريه. انا اسف فندم، المينا والمحافظه قعدوا يتخانقوا مع بعض ودخل واحد اعتدى على الارض واخذ الارض وبنى فيها
هذا البرج. طبعا الكلام ده فهم كله رجع للدولة، والدولة خدت حقها وأصبح ده ملكنا بالأراضي المحيطة حتى بيه كلها وتم استغلالها. ده طبعا يا فندم ده المصب بتاع المجرى الملاح النهري الرئيسي في مصر لمينا اسكندرية اللي داخل على ترعة النوبارية اللي جايب من كل من نهر النيل من أسوان حتى اسكندرية. لو رحنا فندم لمينا الدخيلة بنعمل فيه محطتين مهمين جدا، محطة صب جاف نظيف في مينا الدخيلة. الصب الجاف النظيف يا فندم ده عشان نواجه حجم الطلب الكبير جدا والزيارة الكبيرة جدا في القمح والذرة والرز والغلال اللي بتيجي مصر دلوقتي، بنزود محطات الصب الجاف النظيف بل وتصنيع الزيوت من الذرة وتصنيع النشا والبسكويت من القمح. بنعمل محطة فنم برضو في المية، لأن احنا زي ما قلت في البداية مينا اسكندرية كانت مخنوقة. سيادتك وجدت ان احنا ناخد كل الأراضي اللي شمال طريق الماكس زائد الأراضي اللي كانت موجودة العشوائية وخدناها فعلا، وخدنا أرض التجارية الأخشاب، ولكن ما عندناش وسيلة أخرى غير إن احنا نردم في البحر. ونعمل طبعا عشان نردم في البحر بالأسلوب ده احنا بنعمل ستك خوازيق ثم نعمل عليها الرصيف بتاع أو سقف الرصيف بالخرسانة عشان يبقى عندنا إن شاء الله بإذن الله أرصفة بطول 1150 متر بعمق حتى 19 متر ما كانش موجود قبل كده في الدخيلة ولا في اسكندرية الأعماق دي خالص. احنا بنقول من 16 ل 19 لأن هيبقى هنا من النهاية كل ده يا فندم هيترمم برمل من البحر، هيبقى هنا 16 ويتدرج الى 19 متر. اقدر اوقف بقى المذر شيب والحاجات الكبيره اللي شايله يعني فوق ال 100,000 طن سواء قمح او غيره. ساحات التداول بتاعته هتبقى 300,000 متر مربع في المنطقه دي متصله بالارض. وصل نسبه تنفيذه النهارده ل 35%، وده فني برضه بتعمله شركه مصريه وطنيه بالجنيه المصري واستشاري مصري. بعديه سيادتك المحطه اللي هتبقى فعلا من اهم محطات مينا اسكندريه الكبير هي محطه تحيا مصر 2 متعدده الاغرار على الرصيف 100. الرصيف ده فندم كان عباره عن الجزء بس ده كان حاجز امواج كده، كل ده اترمم جوه الرصيف جوه الحاجز، بنعمل الرصيف عليه دلوقتي. وكل ده فندم هنا في حواجز امواج زيتك هتشوفها دلوقتي اهي بتتعمل لفندم شمال هنا، ثم هنردم في ما بينها عشان نشكل جسم الرصيف النهائي علشان يبقى عندنا ارصفه بطول 1680 متر وعمق 18 متر، ساحه تداول 1.3 مليون، وصل نسبه تنفيذه 30%، وده يا فندم متعاقدين معاه متعاقدين قبل ما نبدا فيه مع هاتشسون وام اس سي وكوسكو هنا في رصيف 100 بالدخيله. حواجز الامواج كان لازم يا فندم عشان نطور المينا ويبقى حوض واحد، طبعا الحاجز ده يا فندم هيتشال. بننشئ خمس حواجز امواج باجمالي اطوال 7 كيلو متر طولي. دي هنستهلك فيها 7.5 مليون طن من الصخور والكتل الخرسانيه عشان نامن حوض المينا ده، ويبقى عندنا نقدر ندخل مراكب في مينا اسكندريه تقريبا نقول 330 يوم من ال 360 يوم اللي هم على مدار السنه. ده شكل يا فندم حواجز الامواج اللي هتتعمل اللي بدانا نعملها دلوقتي في اتجاه الشمال عشان نملى ده رمال ونخلق شكل الرصيف للمره الثانيه عشان اقول ما عندناش ارض نقدر ننمي فيها مينا اسكندريه اكتر من كده. ده شكل الحاجز الشمالي دلوقتي، وده شكل الحاجز الغربي. المنطقه اللوجستيه المتكامله في حوض المتراس يا فندم دي سيادتك صدقت لنا وطلع فعلا بيها تصديق وقانون ب 873 فدان. المنطقه الخضراء دي المرحله الاولى، والمنطقه دي المرحله الثانيه، وزي ما سيادتك اشرت دلوقتي كل دي كانت مناطق سبخيه. كان ده جزء كان شمال محور التعمير القديم، ثم لما اتعمل محور التعمير الجديد خلق منطقه اخرى. خدنا الاثنين مع بعض 783 فدان بنشتغل في المرحله الاولى منهم دلوقتي اهو زي ما حضرتك اشرت بالظبط. بنردم بفندم بنجيب رمال من الصالحيه ومن الشرقيه ومن وادي النطرون علشان نخلق الارض، ثم نبدا نحسن التربه. احنا المرحله الاولى 273 فدان وصل نسبه تنفيذها الى 50%، بتنفذ اعمال تحسين التربه فعلا الشركه القابضه للطرق والكباري سواء شركه النيل لانشاء الطرق او شركه النيل العامه للطرق والكباري. تحسين التربه احنا فن بقى عندنا دلوقتي القدره وعندنا الخبره والنهاو بتاع تحسين التربه هنحسنها. متعاقدين مع تحالف شركة مصرية وطنية شركة سياك مع
سي ار ار سي الصينيه، بمجرد ما احنا نخلص التحسين التربه هيبداوا يشتغلوا ويعملوا فنم لاول مره بمفهوم جديد منطقه لوجستيه صناعيه في ظهير ميناء اسكندريه. كل الخضروات والفواكه بتاعتنا هتيجي تتعبى وتتغلف وتصنع هنا، كل الكونتينرز بتاعتنا هتصنع هنا، كل مستلزمات الانتاج اللي هتيجي من بره هيتعمل عليها القيمه المضافه هنا، وهترجع تاني وعاد تصديرها من ميناء اسكندريه، عشان زي ما هتكلم دلوقتي نعظم تجاره الترانزيت اللي سيادتك قبل كده اشرت وقلت وبعت وحضرتك تقرير رسمي جال حضرتك قلنا ان ممكن او اتقال في التقرير ان ممكن تجاره الترانزيت دي تجيب لمصر اكتر من دخل السياحه سنويا. محطة تحيا مصر يا فندم، نرجع خطوة وسيبنا نقول التعليق ده تحت امرك. انا بس عايز اقول لكم ايه، هو كامل بيقول ايه، هنا هتبقى المنطقة دي هيتعمل فيها بعض الصناعات، صناعات لينا وصناعات للشركات. تمام. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لكم ان هنا هتيجي حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها احنا شغل وبعضها نعيد تغليفه، نعيد تنظيمه في عشان تي مراكب صغيره تانية تشيله. انا بقول كلام معقول بالظبط يا فندم. انا بس بقول لينا مش للناس اللي عارفه الشغله دي، انا بقول للمصريين. انت كنت فاكر ان انا ممكن اعمل شغل للناس ازاي؟ اخلي الناس تشتغل في الحته دي ازاي؟ اوفر فرص عمل هنا مش باللي بيتعمل دلوقتي، اللي هيتعمل بعد كده ازاي؟ انك انت تقول ان انا معلش هخرج عن السياق شويه، أنا كنت بقول دايما إن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج إلى آلاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، عشان تبقى إيه؟ دول. دول، وعشان الناس اللي فيها تعيش صحيح، وعشان تبطل اقتتال، وعشان الناس بتتقتل ليه؟ مفيش أمل، وعشان تعمل الأمل عايز تبني كتير قوي، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل طريق. انا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر وللناس اللي مهتمه في العالم تعرف الدول ليه مش مستقره. الناس عايزه تعيش، الناس عايزه يا كامل تاكل وتعيش وتشرب. عايزه تعيش، طب ازاي؟ فحد يقول لك ايه، احنا بس عايزين نعمل ندي للناس فرصه للحريات اكتر تتكلم. صح، بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، لازم يشتغل. هيسيبك لا هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر. ان ما كنتش تعمل له ده، الفريق كامل الموازنه او الفلوس اللي اتخصصت له خلال فتره وزاره النقل كام؟ 1.9 تريليون. لا قول رقم يتحفظ بقى. 2 تريليون 2000 مليار جنيه. حد يقول لي على مدى ال 30 سنه اللي فاتوا وزاره النقل خدت كام؟ كام؟ انا بقول لكم الكلام دوت عشان تعرفوا ان احنا بنحفر مستقبل بلدنا. مستقبل مين؟ بلدنا، وان شاء الله هنعمله. طبعا ان شاء الله. انا ما عنديش اي شك خالص زي ما انا شايفك كده، بس انا بحكي الحكايه ديت وللناس في مصر اسمعوني كويس. انا مش كل طوبه بتتعمل طوبة بتتعمل في البلد دي، أنا معاها وشايفها وورا الراجل. البيت اللي بيقول عليه العمارة اللي طلعت دي كلام قوي صعب أقول، قلت يتقبض عليه وما يخرجش إلا لما يسيب الأرض كده ولا مش كده؟ صحيح. ولا نسيت؟ لا يا فندم تمام. مش كده؟ يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ طبعًا. واللي خد الارض جوه المينا لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق مضروب في غفله من الزمان. لو ما عملتش كده اوعى تزعل يا كمان. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا، خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده؟ مش انت. لا، خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه. أنا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير أكتر كتير من اللي أنت بتقول عليه. تمام. عشان إيه؟ عشان في كتير يقول لك إيه؟ أنتوا بتعملوا ده ليه؟ الطريق ده بتعملوا ليه؟ أنت بتعمل الرمل بتردم هنا ليه؟ بردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي إن ما كانش فيه بنية أساسية تليق بدولة، أنتوا مش بتعملوا مستقبل خالص. مش بتعملوا إيه؟
مستقبل خالص. والكل بتقول ايه الاكل والشرب وبتاع، هو ده. اقول حاجه صعبه، هو احنا حرمنا الناس عشان نعمل ده كامل؟ لا طبعا لا، احنا بنقسى على نفسنا شويه. ايوه، ارجو ان الضيوف اللي موجودين عندنا ما يتضايقوش من كلامي، ارجو الضيوف اللي عندنا ما تتضايقوش من كلامي. انا بكلم الناس في بلدنا، انتم حاجه في بلادكم واحنا حاجه تانية. احنا بنمثل الجنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، وانتم هناك في بلادكم خلصتوا كلامنا من زمان، عندكم شبكه سكك حديد تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم شبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم مصانع، عندكم ده. احنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش احنا كمان، عشان احنا كمان نعيش. اتفضل يا كامل. انا كنت افنم في كلمة قالها لي رئيس شركة تلس العالمية، وتلس ده معروفة وهو سمعني دلوقتي بالمناسبة، كنت مأجلها الاخر بس طبعا يعني عشان الكلام اللي حياتك قلت دلوقتي هي فعلا بتنطبق عليه. رئيس تلس كان عندي اول امبارح الصبح الساعه 8، قال لي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات، بس مصر الدوله الوحيده اللي بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات وهذه الاحلام. قال لي انت، انا اسف يا فندم، انا يعني لا يعني طبعا يتهموني زي ما يتهموني، قال كده بالظبط، قال لي انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمه امبوسيبل الى اي بوسيبل بالنص كده. مصر فعلا ستستطيع يا فندم ان شاء الله باذن معاك باذن الله الرحمن الرحيم. بعده النهارده يا فندم محطه تحيا مصر، ودي عروس اليوم اللي احنا سيادتك بتشرفنا بافتتاحها، كانت يا فندم عباره عن ارض وفي حاجز امواج صغير كده، كانوا بيسموه زمايلي كانوا بيسموه ايام زمان كوع القرد. المهندس ثاني ضاحي بيضحك لان طبعا الكلام ده التسميه دي كانت من ايامه يعني. كان كوع القرد ده موجود في قلب حوض ميناء اسكندريه. وبعدين انا جيت في يوم بفنم بقول لحضرتك احنا فنم عندنا مشروع فكرنا فيه وبنخططه وهنعمل مشروع اسمه محطه تحيا مصر. فحضرتك قلت لي المشروع ده من 2015 بيتعرض عليا، هو انتوا لسه ما بداتوش فيه؟ قلت لحضرتك يا فندم ما بداناش فيه وهنبدا فيه وهنخلصه ان شاء الله باذن الله، وسيادتك هتفتتحه في خلال سنتين. الكلام ده كان في نهايه 19 بعد التعيين تقريبا من بسنه يعني. لا جبنا فلوس يا فندم من قروض ولا خدنا فلوس من حد ولا جبنا شركه عالميه عملت لنا. ثلاث هيئات ومؤسسات قويه في مصر، هيئه قناه السويس والشركه القابضه للنقل البري والبحري وهيئه ميناء اسكندريه، تعاونوا مع بعض يا فندم 33% 33% 34% وبنوا هذه المحطة. سواء الفلوس المصري اللي هي تقريبا وصلت حوالي 7 مليار جنيه مصري وعملة تقريبا في حدود ما يوازي 2 مليار، يعني تقريبا 9 مليار جنيه مصري كلهم من هذه الهيئات الثلاثة. وخلصت المحطة زي ما حضرتك تشوف النهاردة بدون ما نستدين مليم واحد. ده أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة في النهاية، احنا فنم لحد النهارده في 3 شهور تشغيل تجريبي من شهر فبراير لحد النهارده، وانا يمكن قلت لحضرتك ان احنا بدانا نشتغل تجريبي واستاذنت حضرتك وجيت انا ودوله الرئيس مصطفى مدبولي وشفنا التشغيل التجريبي. في الثلاث شهور اللي فاتوا يا فندم دول احنا دخلنا 50 مركب شايله او نزلت عندنا 60,000 حاويه. حد هيقول ده ال 50 مركب بتشيل كتير جدا، ايوه، ولكن هو ده الترانزيت. ال 50 مركب بتيجي شايله مثلا 80 90 100,000 حاويه، ما بتنزلهمش هنا كلهم وتمشي، وده اللي ما كانش موجود قبل كده هنا. لا، ده بتنزل هنا ما بين 10 ل 12 ل 15,000 حاويه وتكمل رحلتها وتيجي مركب ثانيه تاخد دول او الحاويات دي تدخل دلوقتي زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي تروح الميناء الجاف في 6 اكتوبر بالسكك الحديديه، يعاد تعبئتها وتغليفها وتصنيع جزء منها في المنطقه الصناعيه في 3 اكتوبر وترجع ثاني وعاد تصديرها. يبقى النهارده في 3 شهور دخل لنا 50,000 او 60,000 حاويه، منهم 30% يعني 20,000 حاويه فقط ترانزيت، دول نزلوا. احنا فنم خدنا في الفتره اللي فاتت دي فقط، وانا قلت لحسن بيه دلوقتي رئيس البنك المركزي دوله معالي رئيس البنك المركزي، قلت له احنا في الثلاث شهور دول دخل لنا 10 مليون دولار في 3 شهور تشغيل تجريبي. احنا فنم مستهدفين 5 مليون دولار شهريا
5 في 12 ب 60 مليون دولار في 5 سنوات ب 300 مليون دولار، هم 9 مليار جنيه اللي انا صرفتهم، وفي 5 سنين ان شاء الله باذن الله مع كل زمايلي هنجيب اللي احنا صرفناه ان شاء الله. بدانا يا فندم المحطه بتطهير الحوض المائي من المنتشلات، كان في سيادتك اجسام كتير جدا غارقه، تقريبا 370 هدف كانوا غرقانين في منطقه الحوض بمعاونه هيئه قناه السويس، وبشكرهم على كده. الفريق اسامه ربيع مشرفنا النهارده وتعاون معايا وطلعنا يا فندم كل الاجسام الغارقه دي عشان لا 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 يا كامل، الموضوع ده معلش انا عارف. لا ما انا عارف انك عارف يا كامل، انا عارف انك عارف. كنت انا والمهندس محلب بنزور هنا اسكندريه بافتتاح حاجه، فقلت له ايه ال 2016 ايه اللي موجود في البحر ده؟ ايه المينا دي؟ ايه ده؟ ايه البلد دي؟ هو حد يزعل مني؟ ايه ده؟ شيلوا الكلام ده وجاب هي قناه السويس وحاجات تانية واتشالت، ومنها كانت مركب رزق غرقانه بالكامل وفي بعضها كان فيها متفجرات تحت في البحر، صح كده؟ تمام يا فندم. انا بقول كده ليه؟ انت النهارده بتشوفها كده بس عشان يتشالوا دول بفلوس، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وعشان يتعمل ده كله بفلوس، عشان تبقى المينا مينا مش اسمها مينا، تبقى ايه؟ مينا حقيقي مش اسمها مينا، كان الاول اسمها مينا. طب لسه الحلم دي خطوه من الف خطوه ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله 370 هدف فني انتشلناهم من اعماق المينا والمنطقه المحيطه بالمحطه. جلبنا رمال من البحر يا فندم عشان نقل الرمال من على اليابسه، من على سواء وادي النطرون او الصالحيه. اولا رمال غير صالحه لتخليق المحطه لانها محتاجه رمال بمواصفات معينه، زائد مش موجوده اساسا وغاليه. جلبنا رمال من عرض البحر ورجمنا ال 12 مليون متر مكعب في المنطقه بتاعه المحطه. ده كان شكل المحطه يا فندم، اهو كوع القرد اهو ايام لما كان موجود في 2019. في 20 بدأنا نردم بالمنظر ده، 21 يا فندم انتهى ما يسمى بالبنية الأساسية للمحطة اللي هي الردم وأعمال الديافرام وأعمال سقف الرصيف زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في البنية الأساسية. بعده بدأنا يا فندم على طول نعمل الـ 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 الأرض دي. بدأنا بعد ما ردمناها لازم نحسن التربة لأنها طبعا تربة ردم، فلازم تدك ولازم نخرج منها المحتوى بتاع المية الجوفية منها. بقى عندنا مسطح 420 ألف متر مربع محسن تماما. بدأنا بعد كده نعمل الحوائط اللوحية أو الديافرام وول أهي بماكينات مصرية. الفرايز كلها فنم كلها من ضمنها حاجات من الشركات المدنية، ومن ضمنها حاجات من اثنين فريزة فنم اللي سيادتك وجهت بتدبيرهم اثناء ما انا كنت في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وجبنا ال 31 مكنه خوازيق زائد اثنين فريزه. النهارده اصبحوا اربعه وخمسه فريزه موجودين عندنا، اصبح عندنا القدره اللي في اي وقت حضرتك تقول اعملوا مينا بالشكل ده نقدر نعملها طالما امتلكنا معداتنا وامتلكنا قدرتنا. ده سقف الرصيف يا فندم. البنيه الاساسيه لما خلصناها بقى عندنا ارصفه 2530 متر شمالي وجنوبي وغربي باعماق 17.5 متر اللي هي المنطقه المحيطه اللي انتشلنا منها المنتشلات وكركناها وعمقناها ل 17.5 متر. ساحات التداول 460 الف متر مربع، استهلكنا فيها خرسانه 400 الف متر مكعب خرسانه مسلحه، 100 الف طن حديد تسليح، 166 فندر، 183 مدفع رباط. المرافق والبنيه الفوقيه فندم اللي احنا بدانا نشتغل فيها ايضا بشركه اجمت الشركه الوطنيه المصريه، عباره عن مجموعه من المباني اهمها مبنى الاداره والتحكم اللي بيدار منه ده العقد المفكر للمحطه كلها فنم، زي المبنى بالظبط اللي سيادتك دخلت فيه في سنغافوره ورجعت يا فندم هناك بالسلامه وقلت لنا لازم عندنا محطات ولازم عندنا مواني زي سنغافوره. وسيادتك هتشوف دلوقتي مفيش مخلوق بيتحرك على المحطه، مفيش حد بيدير حاجه يدوي، كل حاجه بتدار من هذا المبنى وسيادتك هتشرفنا بيه النهارده، بالاضافه طبعا مستودعات ومخازن وورش ومولدات كهرباء ومحطه معالجه ميه صرف صحي ومحطه تحليه ميه بحر، كل ده بالاضافه طبعا لمرافق الشبكات. بعده جبنا المعدات يا فندم عشان نخلي المحطه دي احدث محطه بمعدات تشغيل
زي كل المحطات الحديثة اللي في العالم بتشتغل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، جابنا 4 توناش رصيف، إن شاء الله ساعتها تصل إلى 10 توناش لما المحطة توصل إلى الطاقة الخصوى بتاعتها. جابنا 12 ونش ساحة هتصل إلى 30 ونش لما المحطة تصل إلى الطاقة الخصوى بتاعتها. جابنا 32 جرار حاويات هتصل إلى 71 جرار عند وصول المحطة للطاقة الخصوى للتشغيل. المحطة كلها فن بتدار من هذا المبنى وهذه الغرفة اللي بيعمل بالنظام الآلي بالكامل من مبنى الإدارة والتحكم. المحطة فن مزودة بنطاقين من البوابات، كلها بوابات حديثة للكشف عن الحاويات، وفي أجهزة إكس راي موجودة عشان تكشف عن الحاويات فقط اللي هي مش هتعدي على الجرين كوردور أو القايمة البيضاء زي ما هيتكلم دلوقتي زميلي الدكتور محمد معيط. كل القايمة البيضاء يا فندم عشان بقى نسرع وعشان نعظم الترانزيت بتخرج كل الحاويات، ولكن 10% من بعض الحاويات اللي هي مش على القايمة البيضاء بتتكشف عليهم فرقعات فقط وسلاح، ثم ما بتتفتحش هنا يا فندم، تركب على القطر وتجري على ميناء اكتوبر زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. باكتمال المحطة يا فندم أصبح عندنا منطقة رئيسية لساحات الأرصفة ومحطات الحاويات بطول 1900 متر. عندنا أيضا ساحة وأرصفة للبضائع العامة والسيارات بطول 630 متر. ده فندم الرورو، ده الرصيف بتاع السيارات اللي بينزل السيارات على المحطة. ثم عندنا المنطقة الإدارية والفنية اللي فيها مبنى السيطرة والتحكم والورش والمباني الإدارية، ثم عندنا منطقة البوابات الذكية، هنا نطاقين يا فندم أهو وهيشرع لسيادتك النهارده دي مهمتها إيه ودي مهمتها إيه، ثم ساحة الفحص المشترك لل 10% اللي هو ممكن نفحصها، ثم المنطقة طبعًا في الآخر هنا عملنا دلوقتي بننفذ سكك حديدية عشان نربط المحطة بالمينا الجاف في السادس من أكتوبر. المحطة يا فندم دلوقتي طاقتها 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع و1000 سيارة من على الرصيف ده، إجمالي الطاقة بتاعتها من 12 ل 15 مليون طن بضائع، لو حولنا بقى دول زائد دول زائد اللي في الحاويات يطلعوا تقريبا 15 مليون طن بضائع سنويا. الممر الثاني يا فندم الذي لا يقل أهمية عن السخنة الدخيلة اللوجستي هو ممر القاهرة اسكندرية اللوجستي، واللي سماه كده يا فندم مش احنا، زي ما هاتشسون سموا الممر الاولاني اللي سمى ده البنك الدولي يا فندم، لان البنك الدولي هو اللي بيموله. بيبدا يا فندم من منطقه سكك حديد مصر في منطقه بشتيل في قلب الجيزه، ثم بينتهي في ميناء اسكندريه الكبير ايضا، بيربط بينهم خط سكك حديد بشتيل الاتحاد الاباري اللي بيتطور دلوقتي يا فندم، سواء ازدواج للخط زي ما حضرتك بتشوف دلوقتي وتطوير للبنيه الاساسيه وتطوير للاشارات، مرورا بالمينا الجاف في السادس من اكتوبر اللي بيربطه بهذا الممر اللوجستي وصلت خط المناش 6 اكتوبر، ومينا السادات اللي بيربطه بهذا الممر اللوجستي خط سكك حديد كفر داوود السادات. دي يا فندم محطه سكك حديد مصر في بشتيل، مش محطه بشتيل، محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل. المحطة يا فندم دي عشان ما نشرحش فيها كتير، دي نسبة تنفيذها النهارده 95%، وإن شاء الله بإذن الله سنتشرف بافتتاح سيادتك ليها قريبا إن شاء الله بإذن الله. هنا فندم الخط 3 أجزاء، الجزء الأولاني من بشتيل للاتحاد ده 89 كيلو بنعمل له زواج وتطوير الإشارات والبنية الأساسية. الجزء الثاني من الاتحاد للأباري وده الجزء المهم جدا في نقل البضائع وهيربط مع الخط مع القطر السريع، بنطور فيه السكه والاشارات وهنسيبه مفرد لان طاقه النقل من المنطقه دي للمنطقه هنا تكاد تكون اليها شويه، صحيح مصر كلها بتميل في اتجاه الغرب، كل دي اراضي زراعيه وسيادتك هتشوف دلوقتي سواء مستقبل مصر او جنه مصر او الدلتا الجديده، مصر كلها بتميل في اتجاه الغرب، عشان كده الخط ده مهم جدا والبنك الدولي فعلا مهتم بيه وشغالين معاه فيه. ثم الاتحاد اتاي البارود ده تطوير سكه واشارات، ده فندم من منطقه الاتحاد رابط مع خط سكك حديد القاهره اسكندريه العادي في اتاي البارود وبيخدم، يبقى عندي هنا الخط الرئيسي وده خط تبادلي ليه
لو حصل حاجه لا قدر الله او يشيل عن الخط اللي اصبح دلوقتي نسبه تشغيله 100% واكثر من 100%، يبقى ده خط تبادلي ليه كركاب ثم بضائع الى ميناء اسكندريه الكبير. ده يا فندم ميناء اكتوبر الجاف، وده اول ميناء جاف اتنفذ بالشراكه مع وحده المشاركه في وزاره الماليه، مشاركه مع القطاع الخاص. احنا بنقول وحده شراكه، شراكه الحكومه ممثله في وزاره النقل ووزاره الماليه، والقطاع الخاص دخل معانا يا فندم فيه وفاز طرح عالمي، فاز دي بي شنكر العالميه ومعاها شركه السويدي. الميناء يا فندم ده انتهى واشتغل تجريبي من 18 نوفمبر اثناء الكوب 27 في شرم الشيخ. النهارده يا فندم سيادتك بنتشرف بافتتاح سيادتك ليه. الميناء يا فندم ده اتعمل على 100 فدان اللي هم دول يا فندم، وفي 300 فدان اخرى منطقه لوجستيه. مستر رجل في سعاده كان عايز منطقه هنا، فقلنا له يا اما يشارك السويري ودي بيشنكر، يا اما هنديله ميناء جاف ومنطقه لوجستيه اخرى. مساحته زي ما قلت لحضرتك 100 فدان، في 10 مباني رئيسيه، في ساحات تداول 60 فدان، في سكك حديديه 4.8 كيلو وسيادتك هتشوف دلوقتي القطر وهو داخل عليها، ثم في طرق 70,000 متر مربع سواء طرق خرسانيه او طرق اسفلتيه، طاقه التداول 720 حاويه في اليوم لل 100 فدان، ال 400 فدان ان شاء الله يضاعفوا اكثر من ده 4 أضعاف. الساعه التخزينيه بتاعته المخازن دي 260,000 حاويه، وده يا فندم مثلا ده نفع في الوقت اللي كان فيه عجز شديد جدا في الحاويات، بقت الحاويه تيجي تخش هنا تتفرغ تترص على ركات وفي مخزن، والحاويه ترجع تاني تروح بلدها او تروح على المركب بتاعتها عشان ما نتحملش غرامات على تاخير الحاويات. ده المباني الاداريه فن بتاع المينا الجاف على اعلى مستوى. مبنى اداره المينا اللي هو بنسميه المبنى الاداري، مستودع جمركي ده فن، من اللي بتيجي الكونتينر زي ما باينه كده بتيجي هنا تنزل تتفرغ تترص في المستودع الجمركي، بعد كده تخرج وقت ما تتطلب او تروح المنطقه الصناعيه في السادس من اكتوبر جنبها تصنع وترجع تاني مصنعه، تركب تاني من مينا اسكندريه او مينا الدخيله وترجع على وجهتها النهائيه. طبعا ايضا فيها وحده الاداره والتحكم، دي برضه بتدير المينا الجاف بالكامل من غرفه الاداره والتحكم دون تدخل عامل بشري. دي شكل فن مساحه التداول. طبعا في المرحله الاولى في اوناشه فن من الحاويات دي، ولكن من المخطط لما المحطه تصل الى 50% من طاقه تشغيلها هيبقى في اوناش زي ونش الساحه اللي سيادتك هتشوفه النهارده على محطه 55 علشان يزود الطاقه التشغيليه والقدره على الوصول ان شاء الله الى الطاقه القصوى للمحطه. طبعا يا فندم ما نساناش نربط، رغم ان واصل خط سكك حديد الواحات بنتصرف فيه دلوقتي بس بيلف لفه كبيره من الجيزه والمرازيق عشان يوصل من طريق الواحات يصل الى السادس من اكتوبر، بياخد تقريبا حوالي 14 ل 16 ساعه. احنا فندم دلوقتي بننفذ خط سكك حديديه من محطه بني سلامه هنا حتى المينا الجاف، بيربط يا فندم بقى او بيخدم مش المينا الجاف فقط، بيخدم المينا الجاف والمنطقه الصناعيه في اكتوبر ومشروع جنه مصر ومشروع مستقبل مصر بكل ما فيها من نقل بقى خضروات وفواكه وبضائع سواء صادر او وارد، لان الخط ده خط طوله 68 كيلو في 4 عمل صناعي في 4 محطات وفي 4 محطات زيهم او 4 ارصفه شحن بضائع زيهم، وصل نسبه تنفيذه النهارده الى 15%. بعديه على طول فن من مينا الجاف في مدينه السادات، ده ايضا مدينه صناعيه. احنا فن بنعمل في كل المدن الصناعيه بتاعتنا او بنيجي نختار المينا الجاف والمنطقه اللوجستيه بنعملها في حضن منطقه صناعيه او صناعيه وزراعيه زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في منطقه طنطا. فده مينا السادات الجاف مساحته 75 فدان، بنربطه بخط سكك حديديه من السادات حتى كفر داوود على برضو ايضا الممر اللوجستي القاهره اسكندريه. الخط فن ده احنا بدانا فيه من بدري، والمسمى الفني من الخط ده بتشتغل فيه شركات مصريه بفلوس مصريه، يعني لسه البنك الدولي لسه اصلا اجراءات القرض بتاعته ما وقفتش، موجوده في مجلس النواب وان شاء الله باذن الله نخلصها، ولكن احنا القرض جاي يا فندم علشان الانظمه فقط والجرارات، ولكن كل ما هو بنيه اساسيه ومحطات وسكه وفلنكات
كلها بتتنفذ باموال مصريه، لدرجه ان هم نفسهم البنك الدولي جه واعترض قال انت دلوقتي بتشتغل في الخط قبل ما انا اخلص القرض. قلت له انت القرض بتاعك هيجي ببنيه اساسيه وجرارات فوق الخط اللي انا اعمله، فانا هعمله بفلوسي، فانا من حقي ان انا اشتغل. وحليت المشكله معاهم وشغالين فيه زي ما حضرتك شايف دلوقتي كده. الخط طوله 36 كيلو، اربع محطات، 61% نسبه تنفيذه النهارده، وده يمكن موجود من ايام المهندس سامي ضاحي، كان متخطط، ولكن آن الأوان وإن شاء الله إن احنا نبدأ ننفذ فيه، وإن شاء الله بإذن الله هنخلصه بالتوازي مع مينا استيلات الجاف. الممر الثالث يا فندم اللوجيستي، وهو ممر مهم جدا. الناس بره يا فندم شايفيننا أكتر ما احنا شايفين نفسنا. هنا شركة يورو جيت اللي موجودة معانا في تحالف يورو جيت وهو بجلويد وكنت شيب اللي موجود معانا في مينا دمياط، قال مش لازم المينا الجاف والمنطقة اللوجستية تبقى كلها في مناطق صناعية. انت عندك في قلب الدلتا هنا في طنطا حواليها مناطق صناعيه في اويسنا، في المحله الكبرى، في طنطا نفسها، في كفر الزيات، في كفر الدوار، في المنصوره، دي مناطق زراعيه، مناطق صناعيه. بالاضافه الى هنا كل منتجات الدلتا من الخضروات والفواكه اللي ستك هتشوفها النهارده بتصدر من على محطه سي ام اي 55 كلها ستك بتتجمع هنا دلوقتي. بنعمل دلوقتي ارصفه علشان ما عندناش مساحه كبيره من الارض هنا، ولو ان كان احد الساده النواب في المحله الكبرى ورئيس شركه المحله الكبرى كان عرض حته ارض، واتكلمت مع زميلي وزير قطاع الاعمال يمكن طلب مني مبلغ زياده شويه، ولكن احتمال النهارده حضرتك يعني يكرمني ونقدر نعمل منطقه لوجستيه كبيره جدا في المحله الكبرى علشان تصدير منتجات المحله الكبرى واستيراد الخامات اللي جايه للمحلة الكبرى. فالمحور الرئيسي الفني ده بيبدأ من طنطا في قلب الدلتا وبينتهي في ميناء دمياط، وبيربط بينهما خط سكك حديد طنطا المحلة المنصورة دمياط. الخط يا فندم ده من طنطا إلى المنصورة مزدوج، ولكن من المنصورة إلى دمياط مفرد، يعني أي قطر ماشي من المنصورة إلى شربين إلى فرسكور إلى الزرقاء إلى دمياط بيركن في محطة عشان التاني يجي. طبعا ده دلوقتي في 2023 وعشان نعمل مرات لوجستيه وسرعه ونقل تجاره الكلام ده طبعا مش مقبول، علشان كده احنا فندم بنشتغل فيه دلوقتي فعلا، وستك هتشوف ان شاء الله باذن الله الخط ده هيبقى من احسن الممرات اللوجستيه في يمكن الخمسه كلهم على بعض ان شاء الله. بعده دي يا فندم المناطق اللي انا قدرت اوفرها من اراضي السكك الحديديه. انا شلت يا فندم هنا وقلت لحضرتك يمكن يا فندم كان عندنا ما يسمى بالمساكن، يعني المساكن المصلحيه، مساكن طبعا قديمه جدا ومساكن تعبانه جدا، شلت كل المساكن دي وببني بدل ما انا عندي اتساع افقي كده كل راجل شغال في الدريسه في السكه الحديد واخد بيت وفيلا وقدامه شجر ومساحات كبيره، بجمع الكلام ده كله دلوقتي ببني لهم عمارات ايضا لائقه بشكل لائق، ملك للسكه الحديد مش ملك ليهم، لما يطلع معاش بيسيب السكن الاداري بتاعه، وبجمعهم وقدرت اخلق 30,000 متر مربع في منطقه طنطا فقط في المناطق الفاضيه والغير مطلوبه، والغير مطلوبه للتشغيل، لان احنا عندنا اي مساحه يا فندم مطلوبه للتشغيل سواء لزواج خط او لبناء محطه او بناء مزلقان او غيره ما بنقدرش نيجي ناحيتها، ولكن المناطق الغير مطلوبه للتشغيل قدرت اوفر منها 30,000 متر مربع لحد ما ان شاء الله اشوف منطقه المحله الكبرى ونعمل هنا مركز لوجستي ومنطقه ومينا جاف كبير جدا في قلب الدلتا ان شاء الله باذن الله. ده خط السكه الحديد يا فندم اللي موجود زي ما قلت لحضرتك من طنطا الى المنصوره، ده مزدوج، من المنصوره الى هنا مفرد، وان شاء الله باذن الله هنطوره بالكامل بطول 118 كيلو كله مزدوج اشارات حديثه بتشتغل فيه شركات مصريه وطنيه دلوقتي. طبعا زي ما بنقول ان اي ممر لوجستي لازم بيبقى فيه مينا جاف ومنطقه لوجستيه، احنا هنا مخططين بس لسه فعلا ما اشتغلناش فيهم مينا جاف في مينا في الظهير مينا دمياط في منطقه دمياط الجديده مساحته 14.5 فدان. وفعلا خدناه من وزاره الاسكان وتوصل له المرافق بتاعته كل حاجه وجاهز للطرح ان شاء الله. مينا دمياط. مينا دمياط زي ما حضرتك وجهت كده كانت هي المينا الثاني في البلد، كان عندنا اسكندريه ودمياط. الواحد الحمد لله دلوقتي عندنا 18 مينا هقولهم دلوقتي. مينا دمياط من المواني اللي ايضا مهمة جدا لأن الغطس فيها كبير، ولكن كان دايما بيواجهها مشكلة الإطماء في الممر الملاحي بتاعها علشان المنطقة دي فيها إطماء عالي شوية. فبدأنا يا فندم خططنا مجموعة من المشروعات عرضناها لحضرتك، حضرتك صدقت بدأنا نشتغل فيها
حاجز الامواج الشرقي وده خلص 100% سيادتك هتشوفه دلوقتي، ثم رصيف حبوب بطول 600 متر، اي حته فراغ كده مزنوقه في اي حته بقدر اخدها ونقدر نعمل فيها نشاط يعظم الشغل المينا. محطه تحيا مصر واحد، ودي يا فندم شكلها دلوقتي، دي اللي حضرتك اشرت لها من شويه، دي اللي كان عليها شركه كي جي ال الكويتيه وكان فيها قضيه تحكيم، ودفعنا 260 مليون دولار من هيئه مينا دمياط، دفعناهم خدناهم قرض وبندفعهم دلوقتي من ايراد هيئه مينا دمياط، بندفع تقريبا كل شهر تقريبا في حدود ما بين 8 ل 9 مليون دولار من عائد مينا اسكندريه. لو كان ده مش موجود كانت الدولارات دي كلها كانت توفرت للبلد، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل حلينا المشكله مع اشقائنا الكويته، دفعنا المبلغ، دخلنا شركتين مصريتين وطنيتين سيادتك هتشوفهم دلوقتي، شركه مول العرب واركرينون بتشطب في هذه المحطه دلوقتي، متعاقدين مع يورو جيت وهابا جلويد وكنت شيب تحالف عالمي ايضا. ان شاء الله باذن الله هنوري سيادتك الصور بتاعتها، احنا بنسلم هنكون بنسلم في شهر 9 القادم المحطه دي اليورو جيت، هتاخد ايضا سنه بعد سنه ونص في التنفيذ البنيه الفوقيه، هم فعلا تعادوا على المعدات، تعادوا على كل حاجه، هيخشوا في شهر 9 يشتغلوا معانا، يعني في 9/24 ان شاء الله، وكلام بقوله قدامكم نتحاسب عليه، 9/24 هتلاقي يورو جيت يا فندم مع كنت شيب مع هابا جلويد بيشتغلوا على هذه المحطه. طبعا دي محطه البضائع العامه و لا لا بس هكمل تحت امرك. انا بس عايز اتكلم على محطه الحاويات دي بتاعت تحيا مصر اللي هو قال ان احنا ده يعني كان في قضيه تحكيم، والحقيقه اشقائنا في الكويت وانا بحييهم على ان هم يعني كانوا من 700 مليون دولار ل 260 طبعا الحقيقه هم يعني تجاوبوا معانا. بس انا هقول لكم على حاجه، احنا على مدى الـ عمر الاتفاق ما اتعملش جزء كبير من الشغل، وكان ما اعرفش كامل لو كان عنده صور من اللي كان موجود والحديد اللي كان موجود مركون على جنب والكلام دوت وشركه المقاولين وايه اللي حصل فيها. انا بقول التاريخ ده مش عشان حاجه، عايز اقول ايه، انت بتطرح الفرصه وبتيجي ناس، لكن احنا ممكن نكون احنا السبب ايضا في التعثر، يعني احنا مش بنجلد نفسينا ولا حاجه كامل، لكن بقول لكم ليه المينا دي رغم ان احنا تعاقدنا ما اتعملش الحته ديت يعني. طيب وعشان كده بقول ايه، هتلاقوني دايما بحب اعمل انا، مش كده يا كامل؟ تمام. بحب اقول ايه، لا انا هعملها. الناس تستغرب يا عم تجيب ناس تعمل، يعني اقول ما انا بخايف ان احنا واحنا بنعمل ده ويبقى في التزام تعاقدي مع المستثمرين، احنا يعني الناس اللي شغاله ممكن ما تمشيش العقود يعني، مش كده؟ هفكر كامل بحاجه وافكر الناس واقول لكم، واحنا في الحته دي الارض الزراعيه دي اي فن. فكامل قلت له كامل ما تشوف مع اشقائنا في دمياط ان هم يدونا نشتري منهم الارض دي. فكامل دخل معهم فقال لي يا فندم هم عايزين 5 مليون جنيه في الفدان، مش كده كامل ولا نسيت؟ ده في البدايه. طيب. بداوا بعد كده طموحهم وسقفهم زاد ل 15 مليون جنيه على كل حال. فاللي بيقول لي قلت له لا 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 سيب لهم الارض بتاعتهم واردم قدام، صح كده كامل؟ تمام. مش كده؟ اي فندم انا بقول للناس البلاد بتتعامل ازاي، البلاد بتتعامل ازاي، لكل التنفيذيين يعرفوا البلاد ما بتتعملش بانك تدي توجيه للموظف اللي عندك وتسيبه، انت قاعد معاه تحلله حته حته وتشجعه عشان يخلص لك شغلك اللي هو ايه، شغل مصر، عشان المينا دي في النهايه في 24 زي ما كان بيقول كده اللي بقى لها 20 سنه ما اتعملتش تخلص في 24 ان شاء الله، مش كده؟ ان شاء الله يا فندم. انا بقول الكلام دوت لان انتوا المفروض ان هو هيوريكم المخطط بتاع المنطقه ديت واللي احنا كمان حطينا فيها منطقه نستفيد باللي احنا ردمناه، لان احنا قلنا لا يمكن نعمل حواجز عرضها، ما انا بعمل الحاجز بدل ما اعمله 50 متر طب ما اعمله 300 متر، ما انا كده بحط الدبش والصخور طب يبقى الردم ده اردمه ويبقى خلقت حته في البحر عمقها 2-3 كيلو اقدر استفيد منها تغطي لي جزء من التكلفه اللي انا عملتها هنا. لما انا اتكلمنا هنا على 50-60 فدان 100 فدان في 5 ب 500 مليون جنيه، قلت له الردم يكلفنا كام؟ ونسيب الناس تزرع ارضها، ونسيب ايه؟ الناس تزرع ارضها. وساب الناس تزرع ارضها وردمنا الارض، شكرا خلاص. يلا يا كامل. بتحايلوا علينا دلوقتي يا فندم.
بعد كده يا فندم زي ما حضرتك اوجزت كده، الحاجز الغربي زي الحاجز الشرقي، كان فينا حاجز غربي صغير كده كان في الحته دي بالظبط وهيبان دلوقتي. بدانا نعمل حاجز غربي، واحنا بنعمله كنا مخططين فعلا عرضه من 30 ل 50 متر، سيادتك وجهت يبقى 200 متر ونقدر نستفيد بيه ونعمل عليه نشاط سكني سياحي اخر، يقدر ما يبقاش بس الـ هنا النشاط الـ يعني المينا. بنضيف يا فندم دلوقتي 6.6 من 10 كيلومتر طولي ارصفه عشان يبقى عندنا 13، يعني تقريبا نص ايضا اللي كان موجود. العمق كان عندنا 14 ونص دلوقتي بقى 18، وبنكرر كل شويه بالتعاون يا فندم مع هيئه قناه السويس وشركات الجرافات اللي بتشتغل معانا، وصلنا الى 18 متر عمق دلوقتي. ساحات التداول كان عندنا ضفنا 8 كيلو للسبعه اللي عندنا، بقى عندنا 15 كيلو، لان كل ما بنضيف كل ده دي ساحات تداول بنضيفها الى الارصفه. مساحه المينا يا فندم ضفنا لها 11.8 من 10 كيلومتر مربع للسبعه تقريبا او السته اللي كانوا موجودين، بقى عندنا 18 كيلومتر مربع. ده فن بشكل المحطه الثانيه، ده كان اللي هو احدث حاجه بعد ما اتطهرت. ده فن بشكل المحطه تقريبا من حوالي 10 ايام اسبوع. الارصفه فن بتشطب بتاعتها، المقاولين العرب واخده رصيف وشركه اركريدون واخده رصيف، الكركات سيادتك شغاله ان شاء الله يا فندم. المحطه دي هيبقى فيها ارصفه 1970 متر بعمق 18 متر، ساحات تداول 922 الف متر مربع، طاقه استيعابيه 3.5 مليون حاويه، نسبه تنفيذها النهارده 65%، ولكن الارصفه اللي احنا عشان نسلم يوروجيت نسبه تنفيذها النهارده تقريبا 95%. هندخل يوروجيت واحنا نكمل معاهم التكريك، وهم يشتغلوا في الساحه الخلفيه دي، يشتغلوا في المرافق بتاعتهم والمباني عشان تبقى زي محطه سي ام اي اللي ستك هتشوفها النهارده ان شاء الله. بعده ده شكل الحاجز يا فندم الشرقي. الحاجز خلص بنسبه 100%، عاملاها شركه النيل العامه للطرق والكباري حتى تجهيز الحاجز بالفنارات وعلامات الارشاديه للسفن. الحاجز بالكامل خلص بنسبه 100% بطول 1425 كيلو. نقلنا يا فندم شركه النيل العامه للطرق والكباري تساعد شركه ابناء حسن علام، هم مش زعلانين في الحاجز الثاني، لان الحاجز الثاني طوله بعده طوله 5.4 من 10 كيلو، طوله 5400 متر اللي هو ده كده. ده يا فندم اللي احنا كنا بنعمله في الاول، وبعدين سيادتك وجهت ان احنا لازم نطلع بره شويه، بقى ده يا فندم كده 200 متر، كنا اشتغلنا كده ووقفنا، هنكمل يا فندم كده وده هنكمله كده 5.4 من 10 كيلو. احنا يا فندم واحنا بنشتغل دلوقتي اصبح على طول يعني كل الناس شايفه ده كميات من الرمال بدات تترسب نتيجه ان احنا عملنا حاجز الامواج ده، بدات تشكل ارض هنا. الحته اللي يا فندم نسقت مع زميلي معالي وزير البترول، في هنا بس ماسوره لشركه سيجاز بتنزل هنا او بتاخد ميه التبريد بتاعتها، بننقلها دي اللي دلوقتي بننقلها غرب الحاجز، واكمل دي هنا بحيث ان الحاجز يبقى عرض 200 متر من خط الشاطئ وحتى طول او حتى عمق 5.4 من 10 كيلو عشان نقدر نعمل المحطه دي 58% النهارده، نقدر نعمل المحطه الجديده بقى اللي هي محطه تحيا مصر المتعدده الاغرار رقم 2، اللي عملنا فن مذكره تفاهم مع شركه ام اس سي، الشركه او الخط الملاحي رقم 1 في العالم، وان شاء الله قريبا يتحول الى تعاقد. بدانا نشتغل يا فندم فعلا في المحطه دي، وعندنا كركات النهارده عشان تجيب ارض ايضا تجلب رمال من داخل البحر عشان نشكل جسم المحطه. المحطه يا فندم هيبقى فيها 3.4 من 10 كيلو متر طولي ارصفه باعماق 17 متر، ساحه تداول 2.2 من 10 كيلو متر مربع. اللي بعديه يا فندم ممر العريش طابه، وده ليه خصوصيه واهميه شديده جدا. الممر يا فندم ده بيبدا من ميناء طابه على خليج العقبه والبحر الاحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، بيربط بينهما خط سكك حديديه من طابه الى العريش ثم من العريش الى بئر العب، كل ده جديد 335 كيلو. ثم دلوقتي بنرفع كفاءه خط بئر العبد بلوظه الفردان وسط شرق بورسعيد اللي كانت موجوده وللاسف في 2011 اثناء الاحداث اللي كلنا عارفينها، الخط ده اتسرق قضبانه بنسبه 100%، لم يتبقى منه الا محطاته. المهندس سنه ضاحي بيهز راسه، فعلا 100% من القضبان اتسرقت، اي فلانكه حديد كانت فيه اتسرقت، اي فلانكه خرسانه اتكسرت وتشال الحديد اللي جواها. اتفضل لنا المحطات، الحمد لله دلوقتي
بعده هيبان ساتك بعد شويه، بنشتغل فيها دلوقتي وبدانا فعلا تطور فيه. من العريش يا فندم، ارجع تاني معلش. هنا فندم احنا قصدنا واحنا بنخطط هنا ان الخط ما يخدمش فقط من العريش الى طابة فقط وخلاص، لا ده احنا فندم الخط خططنا ودلوقتي اترفع مساحي وبيتصمم دلوقتي عشان يمر بمنطقه الصناعات الثقيله في منطقه لبني، مصانع العريش الاسمنت ومصانع الاسمنت الاخرى اللي موجوده في المنطقه، مصانع الرخام، منطقه الحسنه، منطقه نخل، منطقه التمد، هنا يحيي هذه المنطقه. اهالينا اللي موجودين في سيناء لما يبقى عندهم قطر بيربط من شمال الى جنوب وبيعدي على كل القرى والمدن اللي في وسط سيناء دي، ده هيبقى فندم نقله كبيره جدا وامن وامان كبير جدا في شبه جزيره سيناء. من العريش يا فندم كان عباره عن الجزء ده بس تحت امرك. هو طابه، ارجع تاني، مش انت عندك ان النهارده منفذ بري لا لغايه شارع بورسعيد؟ ايوه يا فندم، مش كده؟ ايوه فندم. طب شاور بس عليها وبعدين اللي بنعمله ده هيخلي امتى؟ طب حاضر حاضر. احنا فندم النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي احنا وبناء على طلب اشقائنا في الاردن الشقيق وهم سامعيني دلوقتي، وايضا العراق الشقيق، وزير النقل ووزير النقل، عملنا بروتوكول، ويمكن الدكتور محمد معيط معانا في الصوره والحكومه كلها، عملنا بروتوكول وبنعمل دلوقتي خط. احنا ما كناش يا فندم عايزين يعني نسمي ونعلن الا لما نبقى شغالين على الارض زي ما سيادتك يعني دايما بتوجه، ولكن لازم نقول بقى دلوقتي احنا بنعمل خط ما يسمى بخط التجاره العربي. خط التجاره العربي ده هيجيب بضائع الاردن والعراق بل ودول الخليج على نقل بري عندهم او سكك هديه عندهم الى منطقه العقبه هنا. احنا من العقبه الى طابه ويمكن هتبان دلوقتي عندنا شركه الجسر العربي للملاحه بتنقل بعبارات مملوكه، شركه مملوكه للثلاث دول الاشقاء مصر والاردن والعراق، بتنقل من العقبه الى طابه والى نويبع، ثم بنتحرك دلوقتي بري بالصادرات الاردنيه الى امريكا والى كل دول اوروبا عبر هذا الخط. كنا بنطلع يا فندم على العريش، ولكن عشان حجم البضاعه ما بيقومش بضاعه كامله، اتفقنا مع شركائنا في سي ام اي ننقل بنظام الفراغات على المراكب اللي بتيجي الى منطقه بورسعيد. بدانا يا فندم دلوقتي نتحرك ونسقنا مع كل الاجهزه الامنيه والقوات المسلحه وبنتحرك يا فندم دلوقتي. عملنا هنا الخط ده بدل ما نطلع هنا، لا احنا يا فندم بنطلع كده وعلى عرض واحد نطلع نعدي من انفاق جنوب بورسعيد، يا اما ندخل شرق بورسعيد، يا اما نعدي من انفاق ونطلع الى غرب بورسعيد عشان نعظم التجاره ونعظم موانين على البحر المتوسط ونور بين الاحمر والمتوسط ونخدم اشقائنا في منطقه الخليج العربي والاردن والعراق بالتحديد في نقل كل الصادرات الاردنيه والعراقيه من العراق والاردن من خلال الموانئ المصريه الى كل دول اوروبا وعلى المراكب اللي احنا بدانا نتحرك عليها والخطوط الملاحيه اللي بيساعدنا فيها شركه سي ام اي. بشكرهم على كده. هقطعك كمان مره تحت امرك. طيب انا بس هفكر كامل وافكر نفسي وافكر الناس، بيقول لك ايه هو انت عملت طريق طابه النفق ليه 350 كيلو مش كده؟ تمام يا فندم. كويس، وعملت ليه عرضي واحد من بورسعيد للسويس؟ صح كده يا كامل؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لان احنا بنعمله كان كتير من الناس احنا عملنا عرضي واحد ده واحد وثلاثه واربعه لا انا بتكلم ساعه ما كنا بنعمله واحنا بنعمل قناه السويس وانت كنت كامل رئيس الهيئه ساعتها وقلت لكم ما تعملوا عرضي واحد بالمره ومع الردم اللي بيطلع صح كده؟ بالظبط يا فندم. طيب انا بقول بقى لو انا النهارده كنت عايز انقل من طابه لغايه بورسعيد كنت هنقل ازاي؟ ما كانش عندي طريق. كنت هنقل ازاي؟ مش كده؟ تمام. انا بقول الكلام دلوقتي ليه؟ لان هو وقته دلوقتي الناس تعرف ليه احنا بنعمل ده؟ ليه عملنا طابه النفق وعملنا ليه العرضي واحد وعرضي اثنين وعرضي ثلاثه وبقيه المحاور الاخرى شرم الشيخ النفق برضو اللي اتعمل 350 كيلو برضو بالمناسبه. ايوه طبعا. اتفضل يا كابتن. بعده فارجع يا فندم لميناء العريش، وده من اهم الموانئ المصريه على البحر المتوسط دلوقتي، واخد يعني اولويه قصوى في الاهتمام به والتنفيذ ومتابعه سياده الرئيس شخصيا. الميناء فندم كان عباره عن 360 متر بغاط في الجونه دي بغاط 7 متر فقط،
وحته حاجز امواج كده. تم تنفيذ النهارده واحنا موجودين، اتنفذ رصيف بضائع رقم واحد ده، بضائع عامه ده 250 متر، وتنفذ رصيف بضائع عامه رقم اثنين ده 1000 متر، وتم البدء في رصيف اخر متعدد الاغراض 915 متر، ورصيف صب جاف 500 متر. وراء الرصيف البضائع العامه ده حاجز امواج شرقي عشان يامن الحوض ده، الميناء فنم ده في حوض القديم الثاني الثالث. الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز الشمالي اللي هو الرئيسي ده اللي اصبح طوله دلوقتي 1250 متر، بنمده كمان بطول 1200 متر عشان يبقى الحاجز ده يامن كل الحوضين مع بعض. لما ده ان شاء الله المرحله المستقبليه لما تتعمل، هنعمل الحاجز، الحاجز ده معانا عشان تبقى كل احواض ميناء العريش كلها مؤمنه. الحوض القديم ده هيتحول يا فندم الى سياحه يخوت، يبقى احنا عندنا سياحه يخوت بضائع، هنا رصيف بطول 1000 متر سميناه الرصيف السياحي بيتنفذ دلوقتي عشان الكروز والمراكب الكبيره وغير اليخوت. احنا عندنا سياحه اليخوت عباره عن مراكب صغيره داخليه او سياحه يخوت دوليه بتطلع خارج المياه الاقليميه بتروح الى اوروبا وكل دول العالم، ثم الكروز، الكروز المراكب الكبيره اللي احنا فنن دلوقتي هنا مستهدفينها في العريش. بننفذ دلوقتي رصيف ومحطه كبيره جدا في شرم الشيخ، نفذنا وسادتك شرفتنا بالافتتاح لرصيفين ومحطتين، واحده في سفاجه واحده في الغردقه، عشان احنا رايحين يا فندم في اتجاه تعظيم سياحه اليخوت. بالمناسبه يا فندم وسادتك واجهت التوجيه وفعلا تم تنفيذه. احنا دلوقتي يا فندم اي حد في العالم عايز يجي باليخت بتاعه بيخش على منصه قطاع النقل البحري، على منصه سياحه اليخوت، يقدر بالكارت او بالجدول اللي هو بيقدمه خلال نص ساعه، خلال نص ساعه فقط بياخد تصديق بالدخول. كل الجزر يا فندم المصريه نسقنا مع القوات المسلحه وخدنا كل الجزر المصريه اللي موجوده في منطقه البحر الاحمر والبحر المتوسط اتحطت على سياحه اليخوت، اصبح بيدفع رقم واحد في مكان واحد وبياخد التصديق من مكان واحد في خلال نص ساعه. لو عايز يمد وهو موجود يمد في خلال رحلته، لو عايز يجي مره ثانيه خلاص هو متسجل بيجي مره ثانيه بدون اي وقت. خليني اتكلم بما انت اتكلمت على اليخوت، اقول للمصريين، لناس فاكره ان موضوع اليخوت ده موضوع طرف، احنا موجود في البحر المتوسط تقريبا 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز اقول مفيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها، اللي اشتغل يا كامل ياخد واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده كان قبل كده مده اليخت في مصر عشان قد ايه كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28 30 يوم. خلي بالكم اخر مره قالوا لي ده وزاره الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح، 30 دقيقه زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20 30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه دي؟ فطب في العريش اللي كان الميناء القديم المثلث دوت، عشان اعمل ده كله وما الاقي فيه ظهير يعني ناس موجوده، فنعوضها مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. نعوضها، وانا بقول لهم هم دلوقتي سامعيني، احنا مش بنعمل ده ضدكم، احنا بنعمل ده لاجل بلدنا ولاجلكم ان شاء الله، عشان تلاقوا شغل ان شاء الله ليكم ولاولادكم ومستقبل يليق بالعريش وكل سينا يعني ان شاء الله. بنعمل يا فندم دلوقتي 2.25 كيلو ارصفه 2250 متر عشان يصل اجمالي الارصفه لما نحط ال 360 اللي كانوا موجودين عندنا يبقى 3.6 بعمق 18 متر
ساحات تداول 2.25 كيلومتر مربع عشان يصل الى تصل الى 4 كيلومتر مربع. ده يا فندم شكل المينا النهارده. ده الحاجز الرئيسي الشمالي زي ما قلت في 1250 متر خلصوا ونكملهم ان شاء الله باذن الله. ده الحاجز الشرقي اللي اتعمل وراه الرصيف الشرقي عشان يحميه. دول نسبه تنفيذهم مع الرصيف الشرقي 100%. ده شكل يا فندم الحاجز الشرقي وده الرصيف اللي اتعمل وراه. رصيف البضائع العامه رقم 2 بطول 1000 متر وصل نسبه تنفيذه النهارده الى 80% وان شاء الله خلال شهر يا فندم يكون وصلنا ل 100%. ده شكل المينا بقى بعد ما حطينا رصيف البضائع العامه الشرقي والرصيف الشرقي والحاجز والحاجز الرئيسي الشمالي. خط السكه الحديد يا فندم بقى اللي بيربط 100 كيلو منه جرى تنفيذهم بنسبه 25% اللي هم بادئين من اول الفردان بلوظه بير العبد ووصلت بورسعيد اللي هي 44 كيلو، يبقى 100 زائد 44 كيلو، ده جاري تطويرهم دلوقتي ورفع كفائتهم واستكمال المفقود منهم. ثم بننشئ خط سكك حديد زي ما قلت 355 كيلو من بير العبد جديد الى العريش الى طابه. لما جينا يا فندم نحفر قناه السويس الجديده فقطعنا خط السكه الحديد اللي هو كان شرق قناه السويس وشلنا السكه بتاعته بالكامل. طبعا ده الكوبري الغربي على القناه الغربيه، دي القناه الشرقيه. بدانا يا فندم على طول نعمل ما بين الجزيرتين ما بين القناه دي والقناه دي على الجزيره دي بدانا نشتغل في السكه تاني. بدانا عملنا كوبري جديد طوله 640 متر خلص بنسبه 100% عشان يمكننا ان نعدي القطر من غرب القناه على الكوبريين وقت طبعا عدم مرور المراكب عشان نربط كل سيناء بالدلتا والقاهره. ده شكل يا فندم الشغل النهارده اللي بيتم في رفع كفاءه دي يا فندم قضبان جديده بفلنكات جديده غير اللي اتسرقت واتكسرت بنعملها من تاني وان شاء الله باذن الله نرجعها زي ما كانت. بعده اخر يا فندم ممر لوجيستي هو ممر جرجوب السلوم. ده يا فندم بيبدا من مينا جرجوب احدث الموانئ المصريه على البحر المتوسط وبينتهي في مينا السلوم البري على الحدود الدوليه مع ليبيا الشقيقه. بيربط منهم خط سكك حديديه وصله جديده بطول 28 كيلو من مينا جرجوب الى كيلو 67 اللي هو خط سمله، ثم 272 كيلو بنطورهم ونرفع كفائتهم ونجدد الاشارات بتاعتهم والسكه بتاعتهم. مينا جرجوب يا فندم اتنفذ منه مرحله وبننفذ دلوقتي المرحله الثانيه وفي مرحله مستقبليه. تقريبا باختصار يا فندم نفذنا 4.5 كيلو ارصفه سواء حاويات او بضائع عامه وخلصانه 100% وجاهزه للشغل دلوقتي وفي مشغلين عالميين بنتعاقد معاهم. وفي الجزء الجديد اللي احنا بدانا نشتغل فيه هنا تقريبا 4.5 كيلو كمان ارصفه بنطول الحاجز الرئيسي ده. بننشئ دلوقتي حاجز شرقي عشان نامن الحوض ده، ثم بعد كده في امتداد مستقبلي في اتجاه الشرق تقريبا حوالي 4 كيلو، يبقى 4 و4.5 و4.5، يبقى تقريبا 14 كيلو ارصفه زي مينا دمياط وزي اي مينا كبير ان شاء الله هيبقى مينا جرجوب. اعماق الارصفه دي كلها 17 متر، ساحات تداول 7 كيلومتر مربع، مساحته 10 كيلومتر مربع. المرحله الاولى دي خلصت بنسبه 100% وشغالين في المرحله الثانيه. ده شكل المينا حاليا دلوقتي اللي خلصان الجزء اللي خلصان فيه. ده شكل الارصفه، ده رصيف الحاويات 970 متر جاهز بفنادره بشمعات رباطه بكل حاجه بالارض وراه مستويه تماما ممهده جاهزه للمشغل يجي يشتغل، نسبه تنفيذه 100%. رصيف البضائع العامه ده الرصيف ال 260 متر خلصان بالكامل 100%، ايضا الرصيف ال 670 متر خلصان 100%. يعني بمجرد ما يجي المشغل وطبقا لمطالب المشغل هنبدا نردم المساحه دي ونقدر ننفذها طبقا لطلبات المشغل. حاجز الامواج الشرقي ده خلصان 100% طوله 2770 اللي هو الحاجز القديم.
ان شاء الله بعد كده هيمتد. حاجز الامواج الرئيسي اللي هو الشمالي اللي طوله 3 كيلو و50 متر وصل نسبه تنفيذه الى 70%. خلصنا الطبقه الداخليه او طبقه الميناء، ثم بنحط بعد كده الصخور، ثم هنا ثم المكعبات الخرسانيه بالاشكال المختلفه عشان نامن حاجز الامواج. واخيرا نفنم منفذ السلوم البري. منفذ السلوم البري ده اكبر ميناء بري في مصر. عندنا 7 مواني بريه في مصر، على الحدود الغربيه والحدود الشرقيه وعلى الحدود الجنوبيه مع السودان الشقيق. ميناء السلوم البري اكبر ميناء في مصر، مساحته 286 فدان. كان لازم نطوره بشكل جيد جدا عشان يتواكب مع زياده حركه التجاره بين مصر وبين الشقيقه ليبيا. احنا اسندنا تنفيذه الى الهيئه الانسيه للقوات المسلحه، مشكورين خلصوه بنسبه 100%، وبدا فعلا التشغيل في 41 مبنى في طرق 400,000 متر مربع، سواء طرق خرسانيه او اسفلتيه، في كل الشبكات سواء الميه او الصرف الصحي او الحريق او الكهرباء او محطه تحليه. كان في محطه معالجه ميه صرف، وسيادتك امرت نعمل محطه تحليه مياه بحر، يبقى عندنا محطه تحليه مياه بحر ومحطه معالجه مياه صرف الصحي، علشان يبقى الميناء كامل متكامل بيعتمد على المرافق الذاتيه بتاعته، ما يحتاجش حاجه من بره. ده شكل يا فندم الميناء النهارده. دي طبعا دي بوابات الدخول الشرقيه من ناحيتنا، ودي بوابات الغربيه من ناحيه الشقيقه ليبيا. دي المباني يا فندم اللي موجوده، مباني على اعلى مستوى نفذتها الهيئه الهندسيه واداره المهندسين بالتحديد. دي البوابه الشرقيه، وده مبنى السفر الرئيسي، ودي صاله الجمارك والجوازات. هنا يا فندم عاملين منطقه لوجستيه داخليه تقريبا على مساحه 21 فدان، ومنطقه غير المنطقه اللوجستيه الخارجيه. المنطقه اللوجستيه الداخليه دي عباره عن مخازن ومظلات لتخزين كل الحاجات اللي تصدر لليبيا. احنا دلوقتي عندنا يا فندم طلبات لناس عايزه تخزن رخام، ناس عايزه تخزن سيراميك، ناس عايزه تخزن بضائع وخامات هتتنقل الى شقيقه ليبيا، زائد مبنى هنجر غربي فيه 2 ثلاجة تبريد وثلاجة تجميد عشان الخضروات الطازجة والفواكه بتاعتنا اللي كانت بتروح لحد المنفذ وتستمر ساعة ساعتين في الجو الحر كانت كلها بتتلف، وجزء كبير منها بيتلف. فكان لازم نعمل ثلاجات. أصبح عندنا منطقة لوجستية داخلية محاطة بأسوار، ولها مستثمر قطاع خاص تعاقدنا معاه بيدير هذه المنطقة. بالاضافه فن من المنطقه اللوجستيه الرئيسيه 700 فدان، دي ستك اتطرحت على المستثمرين في 3 مكاتب استشاريه عالميه، يعني من المخطط ان هم قبل العيد يسلمونا التصميمات النهائيه عشان نبدا على الطرح عليها، وان شاء الله باذن الله تبقى دي منطقه لوجستيه صناعيه زي اللي في ظهير ميناء اسكندريه بالظبط، عشان تخدم على كل المستثمرين اللي عايزين يصدروا بضائع الى الشقيقه ليبيا. ده كان المحور الاولاني يا فندم اللي هو الممرات اللوجستيه عشان نعظم التجاره والترانزيت وغيره. لازم كان فيه وننفذ توجيه حضرتك، كان لازم فيه مجموعه من المحاور نشتغل فيه. اول محور كان هو انشاء الممرات اللوجستيه بما تحتويه من مواني ومواني جافه وطرق وربط وكل الكلام ده. المحور الثاني الذي لا يقل اهميه هو تطوير الاسطول المصري. مصر يا فندم كان عندها في وقت من الاوقات 113 مركب، كان عندنا شركه واحده فيها تقريبا 26 مركب اتصفت السنة اللي فاتت تقريبا. فكان لازم نستعير عشان حجم تجارة مصر بيزيد، ولازم ايضا زي ما دايما حضرتك بتوجه ان احنا نمتلك القدرة، يبقى عندنا مراكب تقدر تشيل بضاعتنا وخاصة الحبوب والغلال اللي احنا محتاجينها، ودي سلع استراتيجية. كان لازم نرجع تاني نطور الاسطول. فبدأنا في اول شركة، عندنا يا فندم شركتين ملكنا دلوقتي، وشركة بالشراكة مع الاردن والعراق الشقيق. أول شركة يا فندم هي شركة الوطنية للملاحة. الوطنية للملاحة يا فندم كان وصل المراكب اللي فيها إلى 12 مركب، منهم 11 مركب يعني صب جاف نظيف، اللي هم يعني من الآخر هم بتوع قمح وذرة، وزائد واحدة فقط للحاويات. جبنا مركب يا فندم جديدة طولها 229 متر وعرضها 32.5 متر، الغطس بتاعها 14.5 متر، حمولتها 82,000 طن. عشان يبقى عندنا 13 مركب، منهم 12 للصب الجاف النظيف وواحده للحاويات. ده يمكننا ان احنا ننقل بضاعه سنويا 10 مليون طن صب جاف و40,000
حاوية؟ يعني أنا يا فندم قادر بمراكبنا كحكومة مصرية ننقل كل وارداتنا من القمح؟ أيوة يا فندم. ونمتلك هذا الأصول؟ أيوة يا فندم، مجهزين. بس ننسى إن شاء الله مع معالي وزير التموين، وإن شاء الله كل حاجة تبقى محلولة إن شاء الله. تاني شركة يا فندم، شركة القاهرة للعبارات. الشركة يا فندم دي سيادتك يعني شرفتنا بافتتاح أو تدشين المراكب دي القاهرة والرياض أثناء افتتاح ميناء الغردقة في 2015. فيها اثنين مركب فقط، القاهرة والرياض. المراكب دي يا فندم هي مراكب سريعة، ولكن هي بتعمل أيضا بتعمل في خط محدد نتيجة إن مدى العمل بتاعها مش كبير قوي. من سفاجة ومن ضبة مصر إلى من سفاجة والغردقة في مصر إلى ضبة في السعودية. الاثنين سفينة دول الواحدة يا فندم تقدر تشيل 2500 شاحنة و 60,000 راكب. الاثنين يا فندم بيشيلوا 2500 شاحنة و 60,000 راكب سنويا. الحمولة بتاعتهم مش كبيرة قوي، ولكن مهمين وبيشتغلوا دلوقتي، ولهم دور كبير جدا دلوقتي يا فندم في نقل المعتمرين والحجاج إلى السعودية الشقيقة، والعكس طبعا عودة المصريين اللي بيعملوا في السعودية، ونقل بعض البضائع بهذه الشاحنات البسيطة. طبعا في خطوط أيضا أخرى، ولكن دول اللي مملوكين لينا. كان لازم يا فندم نطور، لما حضرتك وجهت ان احنا لازم نطور هذه الشركه وندخل مراكب جديده، وخاصه مش لخدمه بقى فقط الجانب الاخر او الطرف الاخر من البحر الاحمر، لا، عشان نربط مع باقي المواني، باقي مواني الافريقيه على البحر الاحمر والمحيط الهندي، وخاصه في تنزانيا وفي كينيا. كان لازم نجيب مراكب اكبر شويه وبمدى عمل اكبر شويه، ونجيب مراكب بقى متعددة الأغراض، لأن المركب متعددة الأغراض بتشيل حمولات أكتر، سواء بضائع أو سواء حاويات. اتعاقدنا فندم مع، ودي بالمناسبة فندم دي مراكب أكبر من المراكب اللي احنا ممكن نعملها هنا في مصر، عشان كده اتعاقدنا مع كوريا على 2 مركب. حمولة المركب 14,000 طن، طولها 129 متر، عرضها 21.8 من 10، أقصى غطس ليها 9.1 من 10، بتقدر تشيل 709 حاوية و 7,000 طن بضائع. ودول إن شاء الله يا فندم بإذن الله أيضا في نهاية 24-25 يكونوا عندنا إن شاء الله، وسيادتك تشرفنا برفع العلم عليهم. آخر شركة فندم عندنا هو شركة الجسر العربي الملاحة. الجسر العربي الملاحة شركة مصرية أردنية عراقية بتعمل ما بين الضبعة ومواني طابة ونويبع ودهب وشرم الشيخ. نويبع هو الميناء الرئيسي للركاب والبضائع، ولكن طابة ركاب فقط وسياحي، دهب أيضا سياحي، شرم الشيخ سياحي، ولكن دلوقتي احنا بنعمل فيه رصيف بمحطة كبيرة عشان الكروز الكبيرة. دلوقتي يا فندم بنشتري، ممكن نكون خلصنا العقد ولكن لسه لم يوثق، بنشتري المركب دي. المركب دي عشان يبقى عندنا بدل ما كانت 8 سفن يبقى 9 سفن، ودايما بنجدد فيهم، وفي تفاهم شديد جدا بين مصر والعراق والأردن، لأن دي مصلحة مشتركة لتعظيم النقل بين الثلاث دول دول، بل من خلال مصر الى كل الدول العربيه في افريقيا، ومن خلال الاردن كل الدول العربيه في اسيا، ويبقى عندنا ان شاء الله 9 مراكب في هذه الشركه. الشراكات يا فندم، ما كانش ممكن نعمل كل هذه الاطوال وهذه الارصفه وهذه المحطات ونقدر نديرها لوحدنا، ما فيش شركه في العالم بتعمل كده. شركه هاتشسون دي بتمتلك مواني، مش بتشغل، بتمتلك ميناء بليكستو في لندن. كل الشركات دي بتمتلك مواني في دول اخرى، ولكن معانا والحمد لله وهم وافقونا على هذا النهج اللي سيادتك وجهتي بيه من شويه. احنا بنعمل البنيه الاساسيه وهم بيخشوا معانا في بمساهمه في البنيه الفوقيه والمعدات، ويشغلوا ويديروا، وبعد 15 او 30 سنه طبقا للتعاقد يرجعوا لنا تاني المحطه زي ما هي. احنا هنكون معاهم اساسا يعني، فاحنا هناخد منهم المحطه، وان شاء الله في خلال هذه الفتره نكون احنا بقينا قادرين ان احنا نشغل وندير محطاتنا بنفسنا. عندنا النهارده فن في شرق بورسعيد ميرسك واي بي مولر وان واي كي وبولوري وتويوتا، دول موجودين في شرق بورسعيد. في السخنه دي بي وورلد، وفي ابو قير يا فندم اللي سيادتك اتكلمت عليها واحنا ما خدناش وقتنا النهارده ان احنا نتكلم عليها، ولكن هيجي الكلام عليها في وقت لاحق ان شاء الله. شركه ايفر جرين فيها، في سي ام اي موجوده في محطه سي ام اي النهارده، او محطه 55 او محطه تحيا مصر اللي سيادتك اشرف افتتاح في اسكندريه، وموجوده في السخنه. زائد هابا جلويد طبعا مع يورو جيت موجودين في مينا دمياط ومعاهم كنت شيب.
ايطاليا. عندنا موانئ ابو ظبي دلوقتي يا فندم متعاقده على محطه بطول 1 كيلو بضايع عامه، عقد رسمي في مينا سفاجه، عامله معانا ترمي شيت، مذكره تفاهم وترمي شيت على محطتين للصب الجاف والصب السايل، وفي كمان محطه ثالثه للرورو في مينا العين السخنه. طبعا التحالف الاكبر والاهم مع احترامي طبعا لكل شركائنا هو تحالف هاتشسون كوسكو ام اس سي على رصيف 100 في الدخيله وايضا في السخنه، عشان يبقى عندنا يا فندم الخمس خطوط الاولى في العالم، الخمس خطوط الاولى في العالم موجوده في الموانئ المصريه. المشغلين الخمسه الاوائل في العالم موجودين في الموانئ المصريه ان شاء الله باذن الله. كل موانينا سواء بقى الماكس اللي احنا لسه بنشتغل فيه، سواء المحطه رقم 2 في دمياط، سواء استكمال جرجوب، سواء استكمال العريش، يبقى عندنا مشغلين اخرين او نفس المشغلين ان شاء الله، عشان يبقى عندنا قدره كبيره جدا على ان احنا ان شاء الله نصل الى الهدف اللي سيادتك حددته لنا، ان مصر تكون مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. في النهايه يا فندم سيادتك اسمح لي نفتتح بعض المشروعات البسيطه جدا، مش هنفتتح كل المشروعات اللي خلصانه بالفيديو كونفرنس. افتتاح ميناء اكتوبر الجاف. دكتور خالد حافظ معبدي مدير عام الاستثمار الهيئه العامه للموانئ البريه والجافه، تم انشاء ميناء اكتوبر الجاف يا فندم على مساحه 100 فدان. الميناء مجهز بساحات للحاويات الوارده والصادره والمبرده. يحتوي الميناء على مباني اداريه لكافه جهات الدوله العامله داخل الميناء، مبنى الجمارك، المصالح الحكوميه، مبنى اداري، مبنى الاسعاف، مبنى الاطفاء، المستودع الجمركي. والميناء مجهز بعدد خمس خطوط للسكه الحديد لسهوله عمليه الشحن والتفريغ. الميناء متصل بالشبكه القوميه لسكك حديد مصر لخدمه مينائي الاسكندريه والدخيله، كما ان الميناء متصل بالشبكه القوميه للطرق من خلال طريقي الواحات والدائري الاقليمي. اي اوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح ميناء السلوم البري. مهندس عصام عبد العزيز علي مدير عام الشؤون الفنيه بالهيئه العامه للموانئ البريه والجافه، تم انشاء وتطوير ميناء السلوم البري على مساحه 286 فدان، ويعتبر ميناء السلوم اكبر ميناء بري بجمهوريه مصر العربيه. ويتضمن تطوير الميناء انشاء اربع صالات رئيسيه، 37 مبنى اداري وامني، شبكات طرق على مساحة 400,000 متر مربع، ساحات انتظار تسع 1,000 سيارة ملاكي ونقل. كما يتضمن التطوير منطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدان. كما تم تحديث وسائل التأمين من حيث بوابات تفتيش الإكس راي وكاميرات المراقبة. وساهم التطوير يا فندم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتقليل زمن العبور. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح رصيف الأخشاب والغلال 85/3 بميناء الإسكندرية. مهندس رامي عادل زكي المهندس المشرف على المشروع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. في إطار المخطط الشامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، تم إنشاء الرصيف بطول 433 متر وبعمق 15.5 متر ومساحة تخزينية 40,000 متر مسطح. ويسمح الرصيف بتراكي السفن حتى حمولة 70,000 طن، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك النوعية من البضائع بميناء الإسكندرية. أيوة يا فندم. شكرا. وفي النهاية وتأكيدا لتعهدنا أمام سيادتك في سبتمبر 2021، نجدد العهد لله ولسيادتكم ولشعب مصر العظيم بأن ننتهي من تطوير كافة الموانئ المصرية ووسائل النقل متعدد الوسائط بنهاية عام 2024، وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.